بقيت محترف انت؟ ده بيكون الزوم رقم 5000 يعني. 4500 كده ايام الكورونا بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، مساء الخير عليكم جميعا. اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022، سرنا ويسعدنا ان يكون معنا يعني اقامات علميه سامغه، اساتذه لكثير منكم، مشرفين لكثير منكم. والموضوع ده نتكلم عنه موضوع مهم جدا جدا. احنا سعيدين بانه معانا يعني بروفيسور عز الدين محمد عثمان، هو الرئيس السابق لمجلس تخصصات مهن الحاسوب، وحاليا السبيكر الرئيسي بتاعنا دكتور يحيى عبد الله، وهو الرئيس الحالي لمجلس تخصصات مهن الحاسوب. دكتور يحيى خريج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من جامعه عين شمس، حضر ماجستير والدكتوراه، وكان عميد سابق. لا الريكوردينج ده خلوه شغال يا شباب، الريكوردينج ما تثبته. فدكتور يحيى طبعا كان وزير اتصالات سابق بترشيح من جامعه السودان علوم التكنولوجيا، وهو زول تكنوقراط غير سياسي، والكلام ده نشهد به، والزملاء وطلابه وكذا كلهم بيشهدوا له. وكان رئيس سابق للهيئه القوميه للاتصالات، واحنا سعيدين به جدا يعني. دائما زول ريسبونسيف في اي وقت يعني طلبنا منه اي حاجه، كان طوالي بيرد وبيكون قريب يعني. التنظيم بتاع الايفنت ده ما بين مؤسسه الباحثين السودانيين ورابطه محترفي تقنيه المعلومات والاتصالات السودانيين بدوله قطر، والرابطه دي اهدافها انها يعني تنمي قدرات منتسبيها وشروطها تحت العضويه بتاعتها، يعني الناس تكون مقيمه هنا وشغاله في المجال، في مجال الحاسوب، وعندها انشطه كثيره، وان شاء الله يعني الناس يتعاون معاها في عده حاجات. بالنسبة للباحثين السودانيين طبعا فيها مجموعات فرعية، من ضمنها مجموعة الاتصالات وتقنية المعلومات، واحنا كل ناس تواقين انه في زي ما يقولوا الريفايفل، في احياء مجلس تخصصات مهن الحاسوب، نعرف ما هو المجلس، الفانكشنز بتاعته شنو، كيف ممكن يفيد الناس المنتسبين للمهنة، وكيف ممكن الناس المنتسبين للمهنة يفيدوا المجلس. فمرحبا بك يا دكتور يحيى، اتفضل. طيب شكرا، شكرا جزيلا دكتور انور. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم جدا حقيقة الدعوة للاجتماع ده، للقاء ده، إننا نلتقي ونتحدث عن مجلس مهن نظم الحاسوب، لكن نلتقي بالمهنة بإذن الله تعالى. طبعا زي ما دخل ذكر دكتور أنور، القانون المجلس أنشئ بقانون، هنستعرض بعد شوية الخطوط العريضة له، والكلام ده كان سنة 2011. وحقيقة لما أنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات آنذاك، كنا بنبحث عن خريجي الحاسوب، خريجي مهن الحاسوب عموما. وحقيقة أنا في ذلك الزمان كنت ماسك الوزارة، وبديت أفتش على إنه الشق بتاع خريجي الحاسوب بيسجل فئته مجلس مهني. أذكر مشيت برجلي عن المجلس المهني على أساس إن أنا أشوف تسجيل خريجي علوم الحاسوب ونظم المعلومات وهندسة البرمجيات وتقنية المعلومات إلى آخره. واخواننا في المجلس الهندسي اعتذروا بخطاب مكتوب يعني انه تلك المهن لا تندرج تبع المجلس الهندسي، فبدانا في التفكير في انشاء مجلس لخريجي الحاسوب خلينا نقول. وبالتالي تحركنا في ذلك الزمان ونفر كريم يعني من العاملين في ذلك الزمان، الكلام ده 2010 2011. عدينا نسخه القانون اللي هنستعرض خطوط العامه بعد شويه، وكان هدفه انشاء مجلس لمهن نظم الحاسوب. حتى الاسم ما كان في راسنا يعني دراسات الحاسوب، خريجي دراسه الحاسوب الى اخره. التطور بتاع القانون زي ما انتم عارفين بيمر بالوزاره ثم مجلس الوزراء ووزاره العدل ثم البرلمان يناقش هناك، وانا كان لي الشرف حقيقه في نقاش هذا الامر في البرلمان الى حين اجازته. بعد اجازه القانون مباشره شرعنا في الوزاره انذاك انه نبتدي نشوف هننشا المجلس كيف، فكان المجلس الاول في دورة الاولى برئاسه استاذنا بروفيسور عز الدين محمد عثمان واخرين، هنشوف بعد شويه التشكيل القديم والجديد يعني للمجلس. وحقيقه هم قاموا بدور كبير في انشاء المجلس. عارف عشان تنشئ حاجه في السودان صعب جدا يعني انك تلقى مقر وتلقى هيكل وتجيز الهيكل الوظيفي والهيكل الراتبي وتعين الناس والمفوضيه وتشوف الموقع وتاجر الموقع الى اخره، بالاضافه الى القانون نفسه وتفعيله وتفعيل امر التسجيل وما يليه. لو تديني شير انا افتكر عشان الناس يكون معنا اون بورد، احنا ممكن ننزم الزمن لو تسمح لي. ممكن طوال شير من عندك ناخذ زي ربع ساعه كده نتكلم عن القانون.
والقانون هنا أيوه. نشوف القانون وما به، ثم نعرج لتسجيل المجلس الحالي، نعرج للنشاطات، ثم نتحدث قليلا عن النشاط الأساسي اللي اشتغل فيه المجلس الفترة اللي فاتت وهو التسجيل. طبعا القانون زي ما أنا عارف الشاشة ظهرت أمامكم المفروض، مش كده؟ واضحة يا نعم. طبعا القانون زي ما أنا ذكرت قبل شوية أنشئ في سنة 2011، وطبعا المجلس زيه زي بقية المجالس ينشأ بقانون، فده قانون مجلس مهن النظم الحاسوب لسنة 2011، ما حصل فيه تعديل حتى الآن حقيقة، ويمكن المجال مفتوح إذا كان الناس بيرتووا إنهم عايزين يعملوا تعديلات في القانون إلى آخره حسب القنوات المتبعة. القانون طبعا أنشأ المجلس، وكان المجلس مع بقية المجالس كلها بيتبع لمجلس الوزراء، ثم اخيرا في التشكيل الاخير تبع المجلس وزاره الاتصالات والتحول الرقمي مع التحول الاخير في التشكيل الجديد للمجلس، لكن كان بيتبع لمجلس الوزراء مثل بقيه المجالس، يعني مجالس كثيره زي ما عارفين، المجلس الهندسي، المجلس الطبي البيطري، النص القانون عند مجلس المهن التربويه عندهم مجلس، وهكذا مجلس كثير، احسب انهم 13 مجلس حسب معلومتي الا لو في زول اخر صححني. يعني تلك المجالس كلها كانت بتتبع لمجلس الوزراء باعتبار انه هي مجالس مهنيه، وطبعا حسب الدوله المجالس بتدخل من مكان اخر، والتشكيل الاخير تبع المجلس وزاره الاتصالات والتحول الرقمي. انا القانون هو ما طويل، هو قانون مسلم يعني فيه 27 ماده، بيتكلم عن التعريفات العامه عن الامين العام، و وده اللي هو الشخص التنفيذي الموجود في المجلس، ثم الرئيس هو رئيس المجلس، وبعدين عرف المهنيين نظم الحاسوب من منتسب وخبير واستشاري، وده اللي هنشوفهم بعد شويه في مخطط كده يحدد التسجيل وطريقته. يعني المنتسب ده اللي بيعمل مهام الجامعي في البكالوريوس سنه 3 سنوات من غير الكليات المتخصصه، وبالتالي عرف الكليات المتخصصه. القانون عرف الخبير وعرف الاستشاري، وكأنما اقتبس هذه الامور من المجلس الهندسي برضه عنده الخبير الاستشاري، بعدين عرف نظم الحاسوب كتعريف يعني، وشرع في التعريفات مهن نظم الحاسوب ايه هي، اي مهنه تقع في نظام نظم الحاسوب. زي ما تشوف هو اتكلم عن الكليات المتخصصه اللي هي كليات علوم الحاسوب وتقنيه المعلومات، او اي كليه تعمل درجه علميه في مجال نظم الحاسوب تعترف بها الدوله، وهنلاقي ان المجلس بيضم ايضا الاخرين زي ما شفنا قبل شويه، لو طلعنا فوق للمنتسب هو مؤهل جامعي سواء بكالوريوس الدبلوم من غير الكليات المتخصصه، ده يكون عنده وجود معنا، لانه زي ما انتم عارفين في ناس كتار من غير خريجي دراسات الحاسوب كليات دراسات الحاسوب الان بيمارسوا دور كبير جدا في مهن الحاسوب، واصبحوا يعني خبراء ومستشارين في هذا المجال، وعندنا امثله كثيره جدا لهم موجوده في السودان حقيقه. بعد كده تكلم القانون عن التدرج وفي التسجيل، الخريج هيكون شكله كيف طبعا الخريج اول ما يتخرج خريجي نظم الحاسوب، ممكن نقول خريجي دراسات الحاسوب لو تحب، يكون حامل شهاده بكالوريوس او دبلوم 3 سنوات في التخصص من الكليات المتخصصه اللي ذكرت فوق، بعدين المنتسب اشترط عليه اشياء يعني حقيقه انه يكون عنده بكالوريوس او دبلوم من اي تخصصات، ولو اسهامات ونشاطات مميزه بيجيز المجلس، ودي اللي بتتيح الفرصه زي ما قلنا للاخرين بلجان علميه تقيم تلك الاسهامات والنشاطات عشان يتم تسجيله في المجلس، وصرت عليه خبره 5 سنوات في مجال الحاسوب عشان يتسجل يكون منتسب. بعدين كده مشي، بعد كده مشي للتدرج لمهن الحاسوب، زي ما انت شايف هو بكالوريوس المجالات المتخصصه وخبره ما تقل عن 2 سنين بعد التسجيل، برضه في لجان فنيه تجيز هذا الامر، او لو يكون يحمل دبلون بسنوات اكثر، في فلو شارت هبقى استعرضها انا بعدين بتوري مسارات التدرج المختلفه في زي ما قلنا قبل شويه الخريج والمنتسب، وبالتالي بعد كده بنمشي للخبير، التدرج الاعلى يبقى خبير وخلص 6 سنوات في مجال نظم الحاسوب، قدم انجازات في المجال برضه تعتمد بواسطه لجان المجلس الفنيه وده نتكلم عنها بعد شويه، واخيرا الاستشاري اللي هو قضى 6 سنوات في خبير وبرضه بانجازات تجهيز اللجان في المجلس المختلفه. فيبقى القانون حدد لنا التدرج في التسجيل من بدايته والتدرج في هذا الامر باللجان الفنيه المختلفه، وممكن نسمع اسئله في الموضوع ده بعدين، لانه اتعملت لائحه للتسجيل واتعملت فلو شارت توضح التسلسل في التدرج ده، وهنجي عليها بعد شويه ان شاء الله. بعدين اتكلم عن المجلس،
مجلس مهن النظم الحاصل زي ما قلنا القرار من مجلس الوزراء تكون، ودورة المجلس 4 سنوات زي ما قلنا. الدورة الأولى شرفنا إنه كان رئيس أستاذ مبروك سلاسة الدين محمد عثمان وآخرين، طبعا في ناس موجودين في المجلس بصفتهم خبراء، في ناس موجودين بصفتهم الوظيفية في أماكن مختلفة يعني داخل المجلس. طبعا المجلس بيسعى لتطوير، مهم جدا نقرأ الحاجات دي في أعراض المجلس لأنه دي اللي عايزين مساعدتكم فيها يا إخواني. إن المجلس ليس فقط أمر تسجيل، الفترة الأولى حقيقة قضاء المجلس زي ما احنا ذكرنا وهنقول بعد شوية في إنشاء الموقع الفيزيائي يعني، كان المجلس موجود في برج المعلم في خرطوم في شارع علاء عبد اللطيف جوار المرور، ظل هناك فترة منذ إنشاؤه، وبعد كده تعرض المجلس لإشكالات حقيقة في خلال الفترة السابقة، إنه الأمين العام وصل لست المعاش ونزل ولم يتم تعيين أمين عام بديل منذ ذلك الزمان حقيقة، لحد ما الآن تكون المجلس في شكله الجديد قبل شهر يعني. وفي الأخت المسجل البشمهندسة الرقية هي معمارية تدير مكتب المسجل، كلفت بمنصب الأمين العام المكلف للمجلس وقامت على بالأمر ده حقيقة على خير وجه، باعتبار أنها هي اضطرت تنتقل بالمجلس من ذلك الموقع إلى موقع جديد اللي هو في بحر الأملاك منزل 3 في الأملاك، اللي هو وانت نازل من كوبري المكنمر ومتجه شرقا في مجمع بتاع محاكم كثيرة كده، بعد آخر محكمة فيه محكمة الأسرة والطفل البيت الملاصق لها تم تخصيصه المجلس مهن النظم الحاسوب، وتم صيانة 3 غرف في ذلك المنزل عشان يستضيف العاملين بالمركز اللي هم عددهم قليل جدا الآن، يعني احنا أقل من 10 أشخاص الآن هو الجهاز التنفيذي الموجود للمركز وده المجلس عفوا، وده هنستدركه بعد شوية في المشاكل بتقابل المجلس في خلال هذه المرحله. طبعا المجلس زي ما قلنا اهتم في مرحلته الاولى، بروفيسور عز الدين ممكن يصلحني في هذا الامر، في اعداد لائحه للتسجيل وتسلسل امر التسجيل، اهتم باعداد نظام للتسجيل، كان السعي انا كنت عضو في المجلس بالمناسبه الدوره الاولى، وكان الاهتمام الاكبر انه يتعمل نظام حاسوبي للتسجيل باعتبار انه يكون المجلس مثال للمجالس الاخرى، انه اللي عايز يسجل في المجلس يخش في الويب سايت في البورتال بتاعه يرفع شهاداته العلميه ويرفع الصور منها يعني ويملى البيانات الموجوده وحتى يدفع الرسوم على اساس ان هم يستكمل اجراءات التسجيل كامله اونلاين بدون ما يضطر انه يصل للمجلس. وفي اخوان كرام قاموا على هذا الامر يعني خلال الفتره اللي فاتت، في على راسهم اعضاء في المجلس السابق والحالي اخواننا البشمهندس عبد المجيد نمر ودكتور اسامه احمد ابراهيم، واحسب انه هيكون في زول منهم معانا الان في الجلسه اذا في سؤال عن نظام التسجيل الالكتروني اللي احنا الان بنحاول بنفس اللجنه دي اللي اضفنا لهم شباب جدد يعني انهم يحيوا النظام على اساس انه نبدا بقوه في التسجيل في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. في ويب سايت قديم شويه للمجلس، لما قلنا المجلس عانى من ركود خلال ال3 سنوات السابقه من عدم وجود امين عام للمجلس، عدم اعتماد ميزانيات مناسبه للمجلس بواسطه الماليه يعني ومجلس الوزراء، وكان في عدم اهتمام حقيقه خلال ال3 سنين الفاضيه، والمجلس السابق انتهى عمده، لم يتم تجديد العمد له مره اخرى، ولم يتم تعيين الامين العام الى اخره. لما جاء مجلس الوزاره الان يعني اخونا السيد الوزير اعاد تكوين المجلس بهذا الشكل الجديد، وحزب موجود فيه عدد كبير من الناس اللي كانوا موجودين في المجلس السابق، لانه في ناس موجودين بحكم وظائفهم يعني اللي هم الامين العام ومدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، مدير المركز القومي للمعلومات، مدير سلطه المصادقه الالكترونيه، الثلاثه مكونات الموجوده في وزاره الاتصالات والتحول الرقمي، عندنا 4 من عمداء الكليات في السودان معنا في الدوره دي، الخرطوم والسودان والنيلين والزعيم الازهري، وفي ناس موجودين في ممثل للمجلس الهندسي، في ممثلين لجمعيه حمايه المستهلك واتحاد المصارف، ممثل في من قطاع البنوك، في من القطاع الخاص موجودين ناس في المجلس، في ناس خبراء بمسمياتهم مستمرين منذ الدوره السابقه حتى الدوره الحاليه زي الدكتور هويده ودكتور اسامه وبشمهندس عبد المجيد نمر، في ناس بمسمياتهم زي بروفيسور سيف فتوح بروفيسور السماني، فيبقى في يعني حافظ التشكيله الجديده على كونتينيوتي كده من التشكيل القديم. وطبعا المجلس عاده حسب القانون يعني بيتم ترشيح تعيينه من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير المختص يعني. وطبعا جدير بالذكر انه زي ما انت قلت انا فوجئت بنفسي يعني رئيس المجلس، كنت اتوقع واتمنى انه استاذنا مبروك سلاسة الدين يستمر في الدوره الثانيه، لكن فوجئت بهذا الامر انه رئيس للمجلس، وربنا يعيننا ان شاء الله انا واخواننا الموجودين في المجلس اننا نقوم بهذه الاغراض المذكوره امامكم.
طبعا الاغراض كثيره للمجلس، لو في زول يشتغل مع المجلس الهندسي مثلا او غيره بيكون محيط بها. الان موجوده امامكم اللي هي مساهمه بالنهوض بمجتمع نحو المعلومات والمعرفه والمساهمه في سد الفجوه الرقميه، تصنيع تطوير صناعه المعلومات والبرمجيات للتنسيق مع الجهازات الصله. يبقى في جهد المفروض نشتغله في هذا الامر. انا مركز على الحته دي ووقفت فيها كثير عشان اوري انه مفترض نشتغل في كل هذه المحاور، يعني نساهم في النهوض بالمجتمع نحو المعلوماتيه، نساهم في تطوير الصناعات المعلوماتيه، تشجيع استخدام المواصفات الرقميه القياسيه المعتمده دوليا، نشر ثقافه الملكيه الفكريه الرقميه، والمساهمه في تطوير المناهج الخاصه بنظم الحاسوب بالتنسيق مع الجهازات الصله، لانه معانا اساتذه من الجامعات ومن المفترض احنا ننسق معاهم، خلينا نقول امر المناهج في لجنه دراسات الحاسوب في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وفعلا عندنا ممثل في تلك اللجنه، في الدوره اللي فاتت كان استاذنا قسم السيد، والسنه دي المجلس في اول اجتماع له رشح دكتوره ايمان من جامعه الخرطوم عضو المجلس انها تكون ممثل للمجلس في لجنه دراسات الحاسوب في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، على اساس ان هي تساعد في تلك اللجنه مع تلك اللجنه في تطوير المناهج. يعني اختصاصات المجلس برضه بنفس القدر الاهميه، انه تنظيم المهنه وتطويرها ومراقبتها وممارستها على الوجه الامثل، ده مهم جدا انه نشتغل فيه. بنبدا بالتسجيل طبعا، وبعد كده تطوير المهنه كلها ونشاطاته يجب انه نهتم به في خلال الفتره القادمه، سلوك قواعد السلوك واخلاقيات المهنه، زي ما قلنا المساعده مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام في صياغه مناهج الحاسوب في المؤسسات التعليميه، يساهم زي ما انت شايف، يعتمد الزمالات الاجنبيه في مجال نظم الحاسوب، يحق له عقد امتحانات لممارسه المهنه. طبعا في مجالس منهجيتها انها بتاخذ امتحانات، يعني زي اشهره مثلا امتحان المعادله لاخواننا القانونيين، اخواننا افتكر المهنه التربويه عندهم امتحان، وهكذا يعني. فهو في بعض المجالس بتاخذ امتحانات لممارسه المهنه وبعضها لا يأخذ امتحانات. القانون جوز المجلس انه ياخذ امتحانات لممارسه المهنه ان راى ذلك. بعدين طبعا التسجيل، ده المحور اللي تكلمت عنه قبل شويه، حقيقة في مجهود مقدر بذل في نظام التسجيل، وقريبا ان شاء الله يظهر لكم في النور، بس هو لانه كان واقف سيمبولي لاسباب بسيطه مثل عدم دفع التكلفه بتاعت الاستضافه مثلا، في جزء مستضاف في سوداتيل مربوط مع السجل المدني مربوط مع الدفع الالكتروني، ومفترض انه السيستم من نربطه الان مع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار انه لو في خريج من الجامعات السودانيه فقد يكفي انه يدي رقم الجامعه عشان نستكمل له اجراءات التسجيل. فشغالين فيه وحقيقة عدد من الناس، وكانوا شغالين بصيغة متطوعين، حقيقة نشكرهم على الجهد الكبير اللي قاموا به خلال الفترة السابقة، وبنسعى إننا نطور هذا الأمر حقيقة في التسجيل عن طريق مساعدة المجالس الأخرى بإذن الله تعالى. ده عملنا إننا نطور نظام متميز لتسجيل خريجي الحاسوب في مجلس مهن نظم الحاسوب، يكون مثال للآخرين. وده التكليف المشي للجنة هنتكلم عنها بعد شويه، لجنه الحوسبه، انها واحده من المانديتس بتاعتها انها تطور النظام لكي يكون قابل على التطبيق في المجالس الاخرى. طبعا التحقيق فيما يصل اليه من مخالفات واتخاذ الاجراءات المناسب بشانها، قلنا فرض الرسوم موافقه الوزير، طبعا الوزير ده وزير الماليه، وهي الرسوم بنعني بها الرسوم بتاعت التسجيل يعني وتجديد التسجيل ان شاء الله. هي الرسوم رمزيه بنحاول في ميزانيه هذا العام، زي ما هنتكلم بعد شوي احنا في مشاريع الموازنه السنويه عشان تعرض على المدير المختص، وبعد غد ان شاء الله عندنا اجتماع للجنه التنفيذيه للمجلس على اساس انها تجيز الموازنه عشان ترفع لوزاره الماليه لاجازتها. ونتمنى ان شاء الله من اخواننا في وزاره الماليه ان يتفهموا دور المجلس ويوافقوا لنا على الميزانيه اللي احنا رافعينها في خلال العام القادم ان شاء الله. طبعا اقتراح برامج ومناهج لتدريب خريجي الكليات بالتنسيق مع جهات الصله، ده نشاط مفترض يقود المجلس ويساهم فيه مع الاخرين، وعندنا هنا مفترض ننتظر دور كبير جدا من اخواننا في الجامعات، اخواننا في الخارج، لانه الان المناهج والبرامج التدريبيه من السهل جدا عقدها اونلاين زي ما انتم عارفين. وهنا دكتور انور بيبتدي واضح انه دي واحده من النقاط الكبيره اللي ممكن تشتغلوا معنا فيها في الخارج بتدريس التدريب المتخصص لمهني نظم الحاسوب، ليس للخريجين فقط الجدد، حتى الناس القدام والعجائز زي انا ديل دارين لهم تدريب في بعض الامور، عايزين يكون في نهجا انه يكون في تدريب مستمر في مجالنا باذن الله تعالى لكافه انواع المنتسبين للمجلس. طبعا اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمه العاملين، دي واحده من الاشياء المفروض يخطها. طبعا انت بتقترح شروط خدمه العاملين وتجاز في وزاره الماليه، واجتماعنا بعد بكره برضه عايز يقترح شروط خدمه افضل للعاملين، لانه العاملين في المجلس عددهم قليل جدا، يعني الاداره المجلس السابق مع الاداره السابقه عدد العاملين كان اقل من 20، الان بقى اقل من 10، لان شروط الخدمه
طارده جدا يعني، لدرجه انه رواتب هؤلاء العاملين تكاد لا تكفي انها توصلوا للموقع يوميا لممارسه عملهم. فالمجلس شغال في الفتره اللي فاتت كان اون اند اوف، ناس يغيبوا وناس يجوا باعتبار انه يستطيع انه يواصل عمله وما يقفل لحد ما تجي فرصه ان شاء الله انه الناس ينقذوه. ونتمنى ان شاء الله في دورتنا هذه اننا نستطيع ان نلقى تفهم من الجهات المانحه وعلى راسها وزاره الماليه انها تعيننا على تسيير المجلس في خلال الفتره القادمه. طبعا من المجلس من مهامه انه يشكل لجان فنيه دائمه او مؤقته لمساعدته. الان في 3 لجان، في لجنه كونت في كانت مكونه من المجلس السابق واستمر تكوينها لهذا المجلس اللي هي اللجنه التنفيذيه، وهذه اللجنه التي يعني تحل محل المجلس في عدم وجوده وتناقش امور التشغيل مع السيد الامين العام، لانه المجلس بينعقد 4 مرات فقط في العام زي ما هنشوف بعد شويه. وبعدين في لجنه التسجيل، دي برضه لجنه طبعا مسجل بتشرف على عمل المسجل وتتابع امر التسجيل في السجلات المختلفه اللي هي موجوده في المجلس. والان عندنا لجنه ثالثه كوناها وهي لجنه الحوسبه والتحول الرقمي، اللي هي منوط بها ان هي تستكمل نظام التسجيل الالكتروني وترفعه لنا وتخليه يكون جاهز. هو وصل لمرحله ممتازه حسب افاده دكتور اسامه. وبعدين لو فيه سؤال في هذا الامر اعتقد دكتور اسامه قاعد معانا ممكن يعمل مداخله في هذا الامر. بعد كده طبعا اصدار المطبعات الخاصه بتطوير المهنه ورعايه المبدعين في مجال المهنه، واضح انه المفروض يكون عندنا شغل في هذا المجال في مجال المبدعين. بعد كده انتهى القانون لانه مشى بعد كده الاجتماعات، المجلس يجتمع 3 مرات في العام بناء على دعوه من رئيسه ويكتمل النصائح، يعني كلام عن اجراءات المجلس وعضويه المجلس زي ما قلنا. طبعا المجلس سو فار هو يكون بترشيح من الوزير ويعين من مجلس الوزراء، وزي ما انت تفضلت في بدايه الحديث هذا المجلس لا علاقه له بالسياسه اطلاقا، يعني كلهم ناس مهنيين قاعدين في مناصبهم في اماكنهم المختلفه. ونتمنى انه نستمر في هذا النهج انه نشتغل شغلنا البروفيشنال في مجالنا بعيدا عن امور السياسه وما اليها. وزي ما قلنا يمكن كان في حوار في القصه دي انه اختيار هؤلاء الاشخاص وكيفيتهم، انا هوريهم لك بعد شويه انه جزء كبير جدا جاي من مناصبهم وعدد منهم جاي بحكم خبرتهم. يعني اذكر منهم بروفيسور سيف فتوح، بروفيسور السماني، بروفيسور فتوح معروف لديكم طبعا جامعه الامارات، بروفيسور السماني جامعه النيلين، دكتوره ايمان جامعه الخرطوم، دكتوره هويده جامعه السودان، دكتور خالد هو مستشار في بنك الخرطوم، دكتور اسامه احمد ابراهيم من القطاع الخاص، باشمهندس عبد المجيد نمر من القطاع الخاص. الباقيين معظمهم جايين من مواقعهم، يعني عمد الكليات 4 زي ما قلنا و3 مدراء بتوع الادارات تابعه للوزاره، ثم ممثلين لجمعيه حمايه المستهلك واتحاد المصارف و اتحاد المصارف وجمعيه حمايه المستهلك. اشوف لك هسه في القارون في واحد في جهه ثالثه اذكرها لك بعد شويه، اللي هم ديل جايين ممثلين لتلك الجهات باعتبار انه هو يكون المستخدمين نظم المعلومات برضه موجودين معنا. طبعا الامين العام بيعين بترشيح من المجلس ويعينه مجلس الوزراء، وزي ما قلنا الاخت باشمهندسه رخيه مشكوره بتسير اعمال المجلس هذه الايام، يعني هي ذات مقدمه استقالتها حقيقه وعايزه تنسحب، ومشكوره وافقت انها تواصل معنا لان هذه المرحله حرجه جدا، لانها بنعد الموازنات وشروط الخدمه عشان نرفع لمجلس الوزراء للماليه عشان نجيزه وديك لمجلس الوزراء للاجازه، فهي مشكوره تفضلت انها تواصل معنا في خلال هذه الفتره الى حين انتخاب تعيين امين عام بديل. وكنا في خلال الفتره اللي فاتت نبحث عن امين عام يقبل هذا التكليف، لانه هو تكليف حقيقه، يعني حقيقه حقه نشير انه السيد الامين العام والساده اعضاء المجلس كلهم هذا تكليف لهم، لانه طبعا المجلس زي ما انتم شايفين من السرد اللي انا ذكرته ما في اموال تقريبا قادره تشغله غير يا دوبك الماليه بتدي حق مرتبات الموظفين الموجودين، ويكاد كلهم جايين حقيقه متطوعين. واذا يعني انا رئيس المجلس الان لا ادري استحقاقات المجلس، لكن انا متاكد انها لا تكفي لبنزين العربيه اللي وصل الناس الاجتماع ويرجعون، يعني فهو عمل تكليفي حقيقه. كنا بنفتش على شخص مؤهل للقيام بهذا الامر، وبدينا نرفع ترشيحات للاخ الوزير حقيقه ان نشوف شخص من امين عام يكون من اهل المهنه يستطيع ان يقود المجلس خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا الأمين العام بيشرف على الشؤون المالية والإدارية وبيقترح مشروعات الموازنة كالعادة، يعني وظائف الأمين العام، ويتلقى الشكاوى من أي شخص متضرر ويرفع المجلس طبعا بطاقات التسجيل معه ويبرم العقود للقيام بأعماله إلى آخره، المهام التنفيذية المعتادة للأمين العام يعني. وبعد كده في المسجل برضه ذكر، طبعا واضح إنه المسجل
في عدة سجلات وطلبات التسجيل، ويسجل أي شخص يوافق المجلس على تسجيله، ويشطب أي اسم من السجل بصدور قرار من المجلس، وإعادة التسجيل إذا سبق شطبه وفقا لقرارات المجلس، يعني ينفذ قرارات المجلس ولجانه فيما يلي التسجيل يعني. وبعد كده السجلات، في سجل مؤقت وسجل دائم اللي هو في مهني الحاسوب، وفي المنتسبين، وفي سجل الخبراء. التدرج اللي اتقال فوق اكيد عنده سجلات عن كل واحد من تلك التدرجات موجوده قاعده بيانات لهم لهؤلاء المسجلين يعني. وبعد كده انتهى القانون حقيقه، لانه خلاص بقى ما في ثاني شطب من السجل لاي شخص من الممارسين. وبعدين استنفاد قرارات المجلس للوزير المختص، لو في اي قرار في زول داير يشتكي المجلس بيشتكيه للوزير المختص، وده بيعمل لجنه طبعا للاستئناف ويرفع توصيته خلال شهر. بعدين طبعا الموارد المجلس الان ما تخصص له الدوله من اعتمادات، وده كان حاصل في خلال الفتره السابقه. وده اللي انا كنت بقول، انه الدوله الان يعني انشات المجلس، والان عندها هيكل وظيفي لناس موجودين، وعلى قله ما هي ما تمنحه في موظفين موجودين الان ومتفرغين لهذا الامر. وتذكر يا دكتور انور لما زمان كان يتكلم عن نخابه العاملين في مجال الحاسوب الى اخره، كنت بقول لهم يا اخوانا في المجلس ده موجود، تعالوا خدوا يدكم معاه وقوموه. وبعد كده لو لقيتوا انه المجلس ده في حاجه ما بيقدر يعملها الا يكون كيان طوعي اللي يعملها، الناس يمشوا فيها يعني. لكن الان في بودي موجود وفي موظفين موجود ومكان، وعلى قله الموارد الموجوده لكن موجوده وفي موقع الى اخره. فاتمنى انه من الميتنج ده يعني اي ناس بيفكروا في كيان، هم فكروا الكيان ليس للشهره وانما للنهوض بالمهنه وما يليها يعني. فهذه فرصه جيده انه كل الناس تضع يدها في يد بعض، ويجوا يقعدوا مع المجلس يعني يشتغلوا. طبعا المجلس يستطيع ان يكون لجان من داخل اعضائه ومن خارج اعضائه يعني، فبنكون سعيدين لو كوننا لجنه تهتم مثلا برعايه المبدعين مثلا يعني، لجنه تتابع امر التدريب باعضاء من داخل المجلس واعضاء من خارج المجلس الى اخره. طبعا زي ما انا قلت، بعد كده انتهى القانون بحفظ الدفاتر والسجلات، هي الخاتمه المعتاده لاي قانون يعني. طبعا الموارد الماليه المفروض المجلس يستطيع انه ياخذ قروض ومنح وهبات بموافقه الوزير. الوزير المختص هو وزير الاتصالات والتحول الرقمي، والوزير هو وزير الماليه حسب التعريفات اللي شفتوها فوق يعني. فاي زول داري يقدم قروض او منح او هبات يوافق على الوزير المختص وزير الماليه، يجوز المجلس انه يحصل عليها يعني. واي موارد اخرى يوافق على الوزير المختص والوزير، باعتبار انه المجلس حتى الان الرسوم اللي بتمنح اللي بيدفعوها للناس للتسجيل بتمشي وزاره الماليه، والماليه بتغذي المجلس في ميزانيه التسيير والفصل اللي هو دفع رواتب العاملين. ودي اكبر مشكله موجوده الان، لان الموارد اللي بتجي من الماليه يا دوب هي بتلتفي بتغطي الفصل الاول تغطيه كامله، لكن فيما يلي التسيير وما يليه هي مبالغ متواضعه جدا يعني. يعني السنه اللي فاتت ما لا يكن سرا انه المبلغ يعني اقل من 500 دولار بتدفع للمجلس عشان يسير اعماله خلال الشهر كله يعني، بما فيها الوقود والكهرباء والغفير بجاي والما بعرف منه يعني، خلاف المرتبات طبعا والستيشنريز وهلم جرى. فهو مبلغ متواضع جدا حقيقه، كانت بتمنح الماليه للمجلس في خلال العام 2022. نامل انه في موازنه العام 23 اللي هنبدا الماراثون بتاع الايام الجايه، انه نستطيع نزيد هذا المبلغ عشان يستطيع المجلس انه يقوم بموارد اخرى يعني، يكون عنده موارد اخرى عشان يقوم بنشاطات اخرى. بعد كده حفظ الدفاتر، الحسابات والدفاتر طبعا اكيد وثق الاسس المحاسبيه السليمه، وبما انه مال دوله فاكيد بيراجعوا مراجع الى اخره، كل هذه الاشياء طبعا معتمده. وبعد كده اموال المجلس طبعا اموال عامه لاغراض القانون الجنائي ما لا يستطيع الشخص انه يتصرف فيها وكده. وطبعا اكيد في مراجع قومي يراجع الحساب سنويا ويرفع تقرير للمراجع القومي، ده مراجع خارجي كان للتاكد من انه الاجراءات الماليه سليمه الى اخره. طبعا في اجراءات مخالفه للقانون من لفت نظر وتوبيخ وانذار وايقاف مؤقت وشطب من سجل، نتمنى ان شاء الله انه ما تحصل في مجلسنا يعني، لكن هي الاداه الموجوده للمجلس للتعامل مع منسوبينه في حاله مخالفه اللوائح والقوانين. طبعا في كلام عن الجرائم ممارسه المهنه بدون ان يكون مسجل في السجل، طبعا لما مارسها المجلس في الفتره السابقه لانه المفروض يكمل التسجيلات الاول حتى بعد كده يمنع اي شخص من ممارسه مهن نظم الحاسوب دون ان يكون مسجلا في السجل. وده طبعا زيه زي المجلس الهندسي يعني، المفروض يكون في اي زول بيمارس مهنه الحاسوب في اي مكان في القطاع العام او الخاص يعني يسجل لدى المجلس، ويستطيع حتى بعد انه يمارس المهنه. وقد يكون هذا تنظيم جيد للمهنه لتدرج الناس اللي احنا قلناهم، اي زول يدلي بيان كاذب يقصد يعرض نفسه
للمحاسبه يعني، والتزوير في المستندات طبعا، او يساعد اي شخص لتسجيل مع انه انا شخص غير مؤهل لممارسه مهنه الحاسوب. دي كلام عام طبعا، دي باقه موجوده في النهايه اللي هو يؤدي اي شخص قبل مباشره مهامه بموجب هذا القانون على المجلس او رئيسه اذا اختلفت الحاله القسم الاتي، وهنا في نص على القسم للاداء لاي زول، زي قسم الاطباء لما بيقدموا قسم والمحامين كذا موجود في نهايته. واخيرا يجوز ان موافقه الوزير يصدر اللائحه والقواعد لتنفيذ احكام القانون، مع عدم الاخلال يجوز تشمل الملامح قواعد الاداب والسلوك، تنظيم السجلات، نماذج السجلات، نظر الشكاوى، فترات التدريب والاخبار الاختبارات والاختبارات الاخيره، وتجديد الرسوم وما يليهم. وانا ما بنهايه القانون يعني، انا عملت انه اقرا القانون في العشر دقائق اللي فاتت اساس انه الناس يكون اوير انه الحاصل شنو في المجلس، والقانون قال شنو بالضبط، اساس انه الناس يكونوا متابعين ان شاء الله ما يليهم. لو تسمح لي قبل ما اختم، عندي شريحه كده اشكر الخامه عليها حقيقه، بتوضح التسلسل، لانه شويه كده لما تقرا الكلام اخواننا في المجلس السابق قاموا بحركه جميله يعني، عملوا الاكسل شيت اللي قدامكم ده، هو زي ايمج يعني رازر زان اكسل شيت، بتوري انه التدرج بيتم بهذه الطريقه يعني، من خريجي كليات الحاسوب بيكون خريج بكالوريوس او دبلوم سنوات بيجي للسجل الدائم، بعدين البكالوريوس بيقعد سنتين من سير المؤقت عفوا، بيقعد سنتين بيمشي لمهني، خريج دبلوم بيقعد فتره اطول شويه عشان يعوض الفتره بتاعت الفرق الدراسه بين الاثنين 5 اعوام عشان يجي للمهني، وبعد كده من مهني بيمشي لخبير بعد 3 اعوام، وبعدين من خبير يمشي لاستشاري. وهنا الناس اللي عندهم ماجستير بيقفزوا من السجل المؤقت والمهني بيمشي لخبير مباشره بعد عام من الخبرة، وبعدين عندهم دكتوراه نفس الكلام بيقفزوا مباشرة للخبير بعد عامين من الخبرة في المجال المهني، زي ما قلنا بأعمال فنية يعتمد لجان المجلس المختلفة. في خريج كليات ذات الصلة زي الهندسة والرياضيات والعلوم إلى آخره، برضه بين البكالوريوس والدبلوم هم بيمشوا للسجل المؤقت زي ما قلنا، بياخذوا فترات أطول في الخبرة في المجال على اساس ان هم يتدرجوا من المؤقت عشان يمشوا للمهني نظم الحاسوب زي ما انت شايف. وفي الكليات الاخرى اللي هي ما علاقه ما ذات الصله زي ما عرفها القانون، الاداب واللغات الى اخره، ده عنده يكون عن فتره اطول شويه ونشاط مميز، بعدين يكونوا في سجل المنتسبين عشان منه بعد كده ممكن يمشي للمهني بعد 7 سنوات من الخبره في ويحصل على شهادات او شهادات مهنيه وشهادات مهنيه، بعدين يجوا للمهني ومنه للتدرج للخبير والاستشاري. الجهد الكبير زي ما قلنا قاموا به الناس في خلال الفتره السابقه اجتهادا في وضع اللائحه للتسجيل، اللائحه اجهزت، سجل عدد محدود من الناس في خلال الدوره السابقه حقيقه للمعوقات اللي احنا قلناها قبل شويه دي، وبنامل انه يكتمل النظام الحاسوبي لهذا الامر ونطلق التسجيل في خلال فتره وجيزه باذن الله تعالى، بعد ما ننظم حالنا ونعين امين عام ونجيز موازنتنا ونحسن شروط الخدمه. تو كونكلود، احنا كلنا دارين نضع يدنا في يد بعض عشان ننهض بهذه المهنه. نحن كمجلس الان شغالين في النشاطات التاليه، اللي هو نمبر 1 بنجيز في لائحه التسجيل في شكلها الجديد، في تعديلات بسيطه اقترحها بعض الاعضاء الجدد، بنضع الموازنة وشروط الخدمة العاملين اللي هنشتغل فيهم إن شاء الله يوم الأربعاء لتجهيز اللجنة التنفيذية، والأسبوع الجاي إن شاء الله نستكمل إجراءات إجازتهم. رفعنا مقترحات للسيد وزير الاتصالات والتحول الرقمي، وأي زول فيكم بيرى شخص مؤهل أن يقوم بهذه الوظيفة وداير يرفع أنا ما أعرف الوزير رفع المجلس الوزراء ولا لا الترشيحات للأمين العام، لكن الآن إحنا بنبحث فعلا عن أمين عام مناسب للمجلس يقوده في خلال الفتره القادمه. زي ما قلنا لجنه التسجيل برئاسه الدكتور بروفيسور فتوح مع دكتور هويده واخرين يعني قايمه بدور الان وبتنقح في لائحه التسجيل. لجنه الحوسبه باشمهندس عبد المجيد نمر، الدكتور اسامه احمد ابراهيم، ومعاهم شباب، معاهم سلمى من المجلس، وعدد من الشباب المتطوعين المبرمجين بيستكملوا الان اجراءات الموقع الالكتروني للتسجيل، مركزين على التسجيل الان. لو خشيت الموقع بتاع المجلس هتلاقوه مصمم وموجود، لكن اخباره قديمه جدا قبل 3 سنين، بتوريكم ان الشغل توقف تقريبا لمده 3 سنين منذ ان ترك السيد الامين العام السابق الموقع توقف العمل، يا دوب المجلس ماشي في اجراءات التسجيل التسيير بتاعته. فعايزين نضع يدنا كلنا في يد بعض تساعدونا، عشان احنا مفترض الفتره الجايه نبتدي نعمل اللجان الفنيه المتخصصه اللي هتشتغل في المجالات المختلفه اللي قلناها، رفع المستوى المهنه، التدريب،
الارشادات الاحترافيه، المناهج وتطويرها في الجامعات، كلها مجالات عايزه العمل. واكيد اعضاء المجلس ال20 دول ما بقوا قادرين يقوموا بالامر ده براهم لو ما تكاتفنا كلنا في هذا الامر. اختم انه الان في بودي موجود، البودي حقنا كلنا، اي زول داير يشتغل في هذا البودي حبابه 10، حبابه 1000 ما حبابه 10، احنا مستعدين ومستعدين الان جدا. بالعكس اي زول يمد يده يتحرك خطوه، احنا نتحرك 10 خطوات على سنة نضع يدنا مع بعض ونتابع هذا الامر اللي هو الان زي ما انت شايف وضعه كله وضع فولنتيرلي، لكن ميزته انه وضع فولنتيرلي متبنياه الحكومه ومجلس معترف به الحكومه ومعينه موظفين فيه الى اخره. اتمنى انه اكون ما اطلت عليكم يعني في النص ساعه دي، استعرضنا الشكل العام للقانون والشكل العام للسجل والنشاطات التي يقوم بها المجلس، واختم بالشكر للمجلس دورة السابقه حقيقه. نسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل اعمال من قاموا بالفتره السابقه برئاسه البروفيسور عز الدين محمد عثمان، من قاموا به يجعله في ميزان حسناته ان شاء الله، وادعو الله بالتوفيق في المجلس في دورته الجديده باذن الله تعالى. شكرا. شكرا جزيلا دكتور يحيى عبد الله على التقديم الرائع جدا، ووريت المجلس الهيستوري بتاعه ونحن واقفين وين والمفروض الناس تمشي وين. فهنفتح الباب للمداخلات بتاعت الناس الموجودين في الزوم هنا، ولا التعليقات بتاعت الناس المتابعين عبر البث المباشر في الزوم. شير لكم الشاشه بسرعه بس عشان تشوفوا الويب سايت، وخدت لكم الرابط بتاعه اساس الناس تشوفوه. والناس الاخواننا بدل ما يقولوا يلعنوا الظلام ممكن يوقدوا شمعه. ده الويب سايت، شاف الويب سايت اللي هو csbc.gov.sd. ده الموقع بتاع المجلس. حفظوا سهل يا اخوانا، سي اس كانها كمبيوتر ساينس وبي سي البي سي العادي ده، csbc.gov.sd. ممتاز ممتاز جدا جدا. طيب يا شباب لو في اي مداخله في بتاع، طبعا عندي اسئله وعندي حاجات دار اقولها، لكن مهمتي هنا كهوست انه تفاسيليتيت للناس الاعضاء بتوع جمعيه سيباك، الاعضاء بتوع الباحثين السودانيين والزملاء والزميلات في المهنه من كل حته، يعني مرحبا بكم. طيب محمد اباظه، اعمل ام ميوت تفضل. ممكن تعرف نفسك محمد وتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك دكتور محمد سليمان أباظة، جامعة النيلين، أستاذ مساعد تخصص نظم معلومات إدارية. ألو، مرحبا، سامعينك. الله يبارك فيك، شكرا لك دكتور، على الدكتور يحيى أستاذنا ودكتورنا جليل على الإفاضة أو زي ما يقول التنوير العام للشغل بتاع المهن. إن شاء الله ربنا يساعدكم ونشد، نحن نشد من أجلكم إن شاء الله، معاكم في كل خطوة بإذن تعالى. لكن أنا كنت داير بس أعلق على الحتة بتاعت التدريب والشغل بتاع الحاضنات والشغل برضه بتاع استيعاب الطلاب المتميزين. ونحن شفنا في الفتره الاخيره لو يا بروف لو متابع، لقينا انه اغلب البحوث اللي ممكن ترى النور، نحن لما نكون في مناقشه بتاعت رساله ماجستير ولا بكالوريوس ولا كده، بنلقى لو لاحظتها بنلقى الناس يتضجروا انه البحوث دي ما حترى النور، يعني بتكبر بس من اجل المناقشه عشان انا اقوم اخذ الدرجه. فانا اخشى ما اخشى انه كمان يبقى انه الناس ياخذوا الرقم الحاسوبي من اجل انه نحن والله ناخذ الرقم الحاسوبي. يعني انه والله يا اخي في النهايه بس انا اخذ عشان اقوم امارس المهنه بس، لكن ما من اجل انه اهميه الشغل ده وكذا. وحته البحوث دي انا داير برضو تعولوا عليها او تطرقوها، حته التدريب او 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 اللي هو يعني احتضان الطلاب المتميزين وخصوصا البحوث بتاعتهم دي، كيف نخلي البحوث بتاعتهم دي ترى النور، اللي هي رعاية المبدعين. انت عرجت عليها كده لكن سريع، يعني شايف قمت قلت يا اخي انه يعني في لجنة حتقوم ترعى المتميزين و و لكن ما فصلتها لنا. فانا داير انه نحن نقوم نحتضنهم ومشاريعهم دي ترى النور عبركم انتم، عبر هذا المجلس.
لانه ما في جسم الان الان يتبنى هؤلاء الناس والبحوث، انت عارفه وانت استاذ العارفين يعني، ونحن معاكم ومستعدين نتعاون في اي مكان تخطونا فيه، والله احنا يعني جادين ان شاء الله نشتغل معاكم ونساعدكم ونعاونكم وموفقين باذن الله تعالى، وشكرا جزيلا. نروح طوال السيد الرئيس ولا تجمع؟ والله احسن نجمع هنا لانه بعد بيحصل دوبليكيشن، يعني بعض المرات بيكون في ثلاثة أربعة متحدثين بيقولوا نفس النقطة، فوعداك ممكن في زول بيسأل عن الهيكل، أنا بس هفتح في السكرين شير الهيكل لو سمحت لي. طوالي برضو في راشد نمر. طيب بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أن يشير الدكتور الهيكل دكتور يحيى، أول حاجة أشكركم جداً دكتورنا وأستاذنا وخبيرنا البروف عز الدين رحب به وأستاذنا دكتور يحيى. السؤال لدكتور يحيى، السرد العمل لنا ده بيوضح أنه في أولويات شغالين عليها الآن في المجلس ده، والموضوع زي لو حاولنا نلخصه أنه حيكون ماشي في بطريقة تراديشنال، فهل في إمكانية إنه الناس تجمب أوفر ستيبس وتمشي تشتغل أجايل في حتات معينة، تمشي تنجز مشاريع بطريقة مرنة وتجي راجعة للشغل التراديشنال ده، اللي هو نحن صراحة يعني ما دايرين نتأخر من القطر بتاع اقتصاد المعرفة على أساس إنه ننجز في بلدنا، ونحاول حتى الناس الحسي حاضرين ديل معظمهم نقدر نقول خريجين وفي مهن الحاسوب، عندنا جيل جديد جاي خاش الكار بتاع الحاسوب ده، سواء كان في التخصصات التقنية الحسي دي أو نحن عايزين نسعى له التقنيات الناشئة، الناس دي كلها ماشية على التقنيات الناشئة وعلوم البيانات، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي والكلام ده، فده بيحتاج انه امبرال زي ما قلت انت، في واحده بتمثل المجلس في التعليم العالي دكتوره ايمان او كان استاذ قسم السيد في السابق، ليه الحاجات كلها اللي ذكرت الاهداف دي ما نخطها بطريقه بتاعه اوكي ار، نحاول ننجز باجايل في المنجز في المجلس على اساس انه نلقى اكثر من فائده في نفس الوقت، لان الطريقه السيريال دي ماشيين خطوه خطوه، فحيكون المواكبة السلحفائية للحاصل في العالم برا معانا يعني. فشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك. طيب برضو في مداخلة من كمال الدين الفاضل. كمال يا ريت تعمل أم ميوت. اعمل ميوت من عندك. الو، ايوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، وتحيه لكل الدكاتره والسامات القائمه موجودين معانا هنا. وانا عندي مداخله بسيطه في موضوع يا ريت تعرف نفسك بس للحضور. يا انا كمال الدين الفاضل محمد علي، خريج جامعه النيلين، بعمل ماجستير الان في جامعه هيري طوات في بريطانيا، والآن موجود في أدنبرة. فأنا عندي مداخلة في الاي تي شوية في التخصص، وممكن يعني هي اقتراح للموضوع التمويل والجزئية بتاعت التمويل. أنا بقترح إنه الجزئية بتاعت التمويل دي لو إذا يعني المجلس المجلس الحاسوب لو عمل برنامج بتاع داتا سنتر خاص به أو من الهيئة العمومية للاتصالات، عمل داتا سنتر. الداتا سنتر دي احنا عندنا مشاكل كثيره في الدومين في السودان، في مشاكل يعني في ناس حتى الشركات الخاصه بينا كونه يكون عندها دومين وعندها مشاكل بتحصل لها هذه، فدي ممكن احنا تكون جزئيه لشنو لدخل يقبل لنا دخل عشان نحل بالمشاكل بتاعت المصاريفات حقاته. والحاجه دي صابره انه سهله جدا لانه ممكن هناك تكون متوفره يعني كميه ممكن نعمل داتا سنتر بسيطة ممكن تفيدنا كثير. إضافة لذلك في جزئية ممكن نستفيد منها كثير، إحنا عندنا مشاكل في البرمجة، يعني إحنا ممكن نعمل تيم في المجلس ده يكون مبرمجين يقدموا ويب سايت، يقدموا
برامج لبعض الشركات، لانه في شركات كثيره خاصه البنوك. يعني انا قبل كده قابلت جزء في اداره البنوك في الاي تي عندهم مشاكل كثيره خاصه مع كميه الداتا الموجوده كثيره، وكيف يحلوا المشاكل دي. دي شيء الجزئيه دي لو احنا ركزنا فيها بتوفر لنا سيوله سريعه، وبتكون عندنا سيوله كثيره يعني من ناحيه السيوله ان نقاوم الحاجه. اضافه لذلك ممكن نرى يعني البحوث بتاعت الاخ قبيل الدكتور ناقش انه عندنا يعني بحوث بتاع الطلبه يعني نوابغ ممكن احنا نحفظها عندنا هنا ونطرحها للعالم. اضافه لذلك من المجلس ده يكون نواه تصدير لشنو؟ يقبى شنو؟ يقبى عايد للدوله يدخل يعني نصدر علماء او نصدر ناس متخصصين في المجال برا لبرا السودان، وتكون شنو؟ دخل يعني دخل برضه للبلد، تكون نواه لنا احنا. فالجزئيه دي لو ركزنا فيها يعني انا شايفها ما مكلفه، وممكن الناس يزرعوا فيها ويحاولوا يشوفوا النوابغ والناس اللي عندهم موهبه في المجال ده، وناس يعني توفر لهم التولز. تمام. ونحن بعموم الطلبه نعم واضحه واضحه النقطه بتاعتك، اللي هي النقطه المينلي بتاعت التمويل، انه يكون في سستينابيليتي عبر ايجاد مصادر للتمويل. اوكي. الثاني الجزئيه الثانيه بالنسبه للمواد، يعني انا بعتبر انه المجال ده مجال يعني متطور دائما في عجله. يعني انا درست تخرجت 2003 تخصص رياضيات حاسوب من جامعه النيلين. الان لما جيت اعمل ماجستير هنا ففي فرق كامل، يعني التخصص بتاعي ممكن يكون بزنس اي تي. فالجزئيه بتاعت الاي تي حتى انا حاولت اقلل ما اخش في الاي تي دين، لانه بلقيت الحكايه دي الكلام اللي درسناه زمان بيختلف تماما من الكلام الأسا أنا بدرس أسا في الماجستير، فكأني بقيت يعني طالب من جديد. فالجزئيات بتاعت التطور والحاجة دي المفروض تكون في ورش منظمة طوالي، إن الناس توريهم الأبديتنج شنو. حتى في الجامعات مفروض تكون في ورش إنه الناس يحاولوا إنه يحصل تغيير. طبعا يا أخ كمال دي الكلام ده ذكره الدكتور يحيى في معرض الشرح بتاعه القانون، اللي هو مسألة الكونتينيوس بروفيشنال ديفلوبمنت السي بي دي. يعني إنه المجلس هيكون من مهامه إنه الناس تكون بتتدرب كل فترة عشان ما تطلع بر الشبكة، وتفرض على الجامعات عشان ما تخلي الناس تكون يعني حتى إدارة الأقسام في الجامعات في الكليات مفروض يفرض عليهم إنه تحصل تطوير في المنهج، لأنه في الواحد لما يأخذ شهادة ويجي يتصدم بالواقع، لما يجي يحضر دراسات عليا هيلقى نفسه إنه هيبدأ من جديد. ممتاز، شكرا جزيلا لك، النقطة واضحة. نأخذ بس مداخلة ثانية من معاوية علي، وبعد دكتور يحيى ممكن تشرح في الإجابات في الكومبيليشن بتاع معاوية. ممكن تعمل ميوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. صوت واضح. واضح. أول حاجة معاوية عبد الرحمن سير أحمد علي، خريج كمبيوتر مان 2000 الآن جامعة المستقبل، مقيم بالمملكة العربية السعودية. تعريف بسيط، لا أملك رقم هندسي في السودان. بعد الحاجة أحكي ليه. انت خريج شنو؟ انا خريج هندسه كمبيوتر. املك رقم هندسي في السعوديه بدرجه خبير تقريبا. طيب اول مداخله لي انه التسجيل، لازم نفتح التسجيل ويكون التسجيل الكتروني كامل. يعني انا املك رقم هندسي سعودي وما قابلت اي لجنه، ولا كلها برفع شهادات، برفع سيرتيفيكيت، برفع الخبره حقتي، بيجيني التصديق وقال الله يحب المحسنين. طب هاجي بعدين لمساله الدخل، ممكن كيف نوسع مصادر الدخل زي ما قال اخوي اللي قبلي. انا حاولت اقدم للرقم الهندسي السوداني، دخلت على الموقع لقيت فعلا حضور واوراق تقدمه، صراحه عجزت من الموضوع ده. فاول خطوه عشان نحن نكبر الماعون لازم نمنع التقديم عن طريق الأوراق. كل التقديم يكون إلكتروني والمراجعة إلكترونية، حتى إذا في مقابلة تكون إلكترونية. هذه مهن هندسية، فبالتالي مفترض نستخدم مهن حاسوبية، مفترض نستخدم الحاسوب في أعلى مستويات. دي النقطة الأولى عشان نكبر الكوم، زي ما قال عدد المسجلين قليل دكتور يحيى، وأشكر كل الدكاترة وأسلم عليهم كلهم. زي ما قال العدد اللي سجلوا قليل، اعتقد انه عدد التسجيل قليل للاجراءات اللي بتتم. يعني انا عشان اقدم انا تجربتي على المجلس الهندسي اكثر، فبالتالي سهوله الاجراءات والاوتوميتد حقها والاشياء زي دي
بيسمح للناس انه يطلعوا شهادات لتنظيم المهنه الحاسوبيه، دي واحده. الحاجه الثانيه، اول واحد من مصادر الدخل ممكن الشهاده مجدده، انا كل سنتين اجدد، بدفع برسوم نسبه قليله وتجدد الشهاده اوتوماتيكلي، وارفع من مستوى لمستوى، وتكون كل مستوى عنده رسوم معينه، والدفع الكتروني، وكل الاجراءات الكترونيه. ده اول خطوه عشان انا اسهل طريقه التسجيل. لو انا عندي 100 مسجل الان وكلهم مهتمين بالتسجيل ده، لو فتحت التسجيل لقريب ال 10,000 مهن حاسوبيه، حالقى اكثر من 500 نفر مهتمين ويساعدوني في الحاجات اللي انا داير اقدمها من تدريب ومن اجراءات والى اخره. دي مداخلة. زي ما قال اخونا اللي قال مصادر الدخل، بصراحه الان في السودان في دوت اس دي. اديكم تجربتي مع دوت اس دي. انا عندي اهتمامات قليله بالدومينز والى اخره. انا مسجل 5 دومينات من دوت اس دي الكترونيا، التسجيل رسومه 250 جنيه يا جماعه، حرفين. هل تعقل انه يكون الان حرفين دوت اس دي التسجيل بتاعه ب 250؟ كل العالم الان اذا كان عندك 3 حروف دوت كوم ما بتلقاه باقل من 15,000 دولار، واذا 2000 بتجاوز ال 50,000 دولار، وفي دومينات الان بتتباع بملايين. فنحن قافلين رقبتنا طبعا. دي يمكن انا عرقت على الموضوع شويه معلش، لانه بصراحه سالت الشباب، يا جماعه زيدوا الرقم، زيدوا السعر ده، خلونا نسجل، زيدوا السعر ده وافتحوها يا اخي. دوت اي او الان يباع، هذه الدول، افتح دوت اس دي للانترناشونال ودخل ملايين. تمام، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا باشمهندس، النقاط بتاعتك باشمهندس معاوية. دكتور يحيى بيقول لك احنا المضطربين دي عندنا قروش كثيرة ما عارفين نوديها. بزنس والله يا ما بزنس، جاهزين للبل. ها انت وين يا انور اسئلتك؟ ولا انت في اللفه الجايه جاي؟ يا اخي رجي في اللفه الجايه، لانه العب لك دور محامي الشيطان، فممكن تعمل. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يديك العافيه. شكرا باشمهندس معاوية. دكتور يحيى ممكن. طيب اول شيء اشكر دكتور محمد ابازا المداخله بتاعته، وان شاء الله يكون واحد جنودنا في الخادمه في اللجان المتخصصه اللي هنعملها يعني. وبشير له انه عندنا من جهه النيلين بروفيسور السماني ودكتوره مها ابو اعضاء في المجلس، واحد بشخصيته كبروفيسور متخصص في اللجان السماني، اخوتنا مها باعتبارنا هي عضوة الكليه. نتمنى ان شاء الله عن طريقه يكون عندنا كبير في جامعه النيلين، لأن دي الأزرعنا الآن اللي هيكونوا في الجامعة. بالنسبة للهيكل، الهيكل أمامكم زي ما أنتم شايفين. وطبعاً في مشكلة يعني لازم، ما بيفهم إلا زول يشتغل في الحكومة بالمناسبة. إيرادات المجلس بتمشي المالية، والمالية بتدي المجلس ما يسير أعماله. يعني إحنا لو ما قعدنا مع أخواننا في المالية والإيرادات دي ضبطنا إنها يجينا جزء منها، كلها بتمشي وزارة المالية، وهي قليلة جدا في الفترة السابقة، فما قادرين نطول لساننا عليهم لأنه زي التسجيل محدود جدا. وده بيقود لسؤال مشترك منكم كلكم وناقشناه في المجلس، إذا كان أنا داير أسجل في المجلس فقط عشان أخذ رقم حاسوبي ما في داعي أسوي بشنو؟ وإذا هنمشي عشان فقط نستخدم العصاية إنه ما في زول يتعين في أي شركة إلا يكون عنده رقم حاسوبي، إحنا هنا ما ماشيين لترقية المهنة، إحنا ماشيين هنا نضغط ناس إنهم هم لازم يسجلوا، لو ما سجلوا ما يشتغلوا في زين ولا سوداتيل ولا MTN ولا كنار ولا الحكومة إلى آخره. فعشان كده أخواننا في المجلس بيتكلموا إنه إحنا التسجيل مهم جدا وبذل فيه مجهود كبير جدا، لكن لازم يكون في النشاطات المصاحبة اللي هي بترتقي بالمهنة، سواء كان أمور بتاع التدريب، استشارات، هلم جرة، يعني ما يليها. طيب طبعا احنا يعني زي ما انتم شايفين، واحنا رحبنا جدا يعني دكتور انور لما نتكلم معي قلت له بس انت جيتني في محلي، لانه احنا اخواننا زينا زيكم واحد، احنا قاعدين في شغلنا. انا استاذ مشارك في جامعه السودان، داك فاعرف وين احنا شغالين في شغلنا وجايين للمجلس ده. المجلس بيجتمع مره 3 مرات في السنه عشان يضع السياسات، عشان يشغل جهاز تنفيذي. الجهاز التنفيذي هو ده قاعد قدامكم ده يا اخوان، ده باللون الازرق، ده الاماكن اللي فيها ناس ساكنين الان. زي ما قلت لكم الشيل جيت انه المجلس فيري سليم، فيه عدد محدود جدا من الناس. الان منصب الامين العام زي ما قلنا فاضي، ما موجود فيه زول مكلف
باشمهندس الرقية اللي هي المسجل مكلفة بهذا الأمر. طبعا المكتب التنفيذي بيكون يخدم الخطابات وهلم جرة والسكرتارية. مستشار القانوني بيكون غير متفرغ طبعا، وعدد المعلومات الحصول المعلومات هي شابة نشيطة من جامعة خريج كهرباء الخرطوم اسمها سلمى، قاعدة في هذه الوحدة. المراجعة الداخلية بيجي من برا دائما، التدريب فيه موظف واحد قاعد، السجلات عشان العضوية فيها موظف واحد، موظف واحد قاعد في قسم الإحصاء، موظف واحد في التطوير المهني والتدريب، وتقريبا ما شغال. الموارد المالية والبشرية، طبعا في الموارد البشرية والمالية دي لازم تشتغل عشان تشغل الجماعة دين، ففيهم واحد واحد. فده الهيكل المجاز، وطبعا يعني هو هيكل كان رشيق عشان الناس يبتدوا، وزي ما قلنا المجلس في دورة السابقة والأمين العام السابق دكتور أحمد يعني جزاه الله خير بذل مجهود كبير جدا لإجازة هذا الهيكل وعلى أساس إنه هي يبتدي يشتغل. الهيكل حصل هو تسرب زي ما قلنا، الناس مشت لأنه شروط الخدمة سيئة جدا، يعني لو كان تتخيل ممكن يكون مرتب الزول ليترالي ما بجيبه 3 أيام في الأسبوع لمدة شهر عشان يقدر يواصل العمل في المجلس. فإحنا الآن سعين بجدية إننا نحن نحسن شروط الخدمة والتحسين مركزيا. الكلام اللي قلته في الإيرادات جيد لأنه بيصب هناك في المالية، عشان المالية تقنيع إنك أنت دخلت إيرادات كثيرة عشان تصرف عليه، وحقيقة حتى البنية التحتية والحاجات دي البرمجيات وأمورها عملوها أخواننا دول تطوعا، أخونا دكتور نيمر دكتور أسامة مع الباشمهندس نيمر وشبابهم ديل مع حوافز رمزية جدا يعني للشباب الصغار اللي اشتغلوا في الفترة السابقة. وإحنا دارين نشوف القصة دي باعتبار إنه هو نستكمل النظام. وأنا طوالي هأرجع لسؤال أخونا كمال الدين إن التسجيل ده التسجيل يكون سوري اخونا معاويه انه التسجيل يكون الكتروني. فعلا احنا شغالين انه التسجيل يكون الكتروني، يعني مفترض ما تجي خالص، عشان كده قلت لك احنا مربوطين الان مع السجل المدني. الان طلعنا خطاب الاسبوع الفات للربط مع التعليم العالي عشان من الرقم الجامعي نجيب الزول، وما قبل الرقم الجامعي طبعا هنضطر ندخل بيانات بيدنا ويكون الربط مع المنظومه الماليه للدفع الالكتروني. بعد كده ما في شيء بجيبك حقيقه، المفروض اجراءاتك كلها تقدم وترفع شهاداتك، لجنه التسجيل بتنظر في الشهادات وتقرر القرار بتاعها ان اكوردنجلي تصدر الشهاده، وبعدين نبقى نشوف مريات اخوانك في لجنه التسجيل هيسلموك الشهاده كيف، يعني هيرسلوها لك بالبريد اللي احنا بنتمنى انه يرجع مره اخرى يعني لو ولا تضطر ترسل زول شيء. فده ده الاجابه على الامر بتاع التسجيل الالكتروني، وده بنؤكد يعني ان شاء الله ما حنبدا يكون التسجيل الالكتروني. وابشرك لو بعد دكتور اسامه اخذ فرصه انه النظام شبه يعني لتقديم الالكتروني فيهم تاتشز بيعملوا فيها اليومين ديل. طبعا الرسوم الرمزيه يعني انا بديت من معاوية اكثر، الرسوم الرمزيه في جمعيه الانترنت لان انا بارتي فيها، الفكره انه دايرين نشجع الناس يتسجل دوت اس دي دومين، ورغم كده ما في تسجيل للاس دي دومين، لان جمعيه الانترنت السودانيه متوليه للهيئه القوميه للاتصالات، هي متوليه موازنتها كلها وما حريصه في هذه المرحله الاولى انها تجيب ايرادات قدر ما هي تبروموت الدوت اس دي دومين. فده السبب اللي مخلي الرسوم 200 جنيه ولا 250 جنيه الاخيرين. طيب بالنسبه اخونا راشد اتكلم عن خطوات سريعه، وفعلا ده اللي احنا بنفتش فيه يا راشد. احنا الان حتى في اجتماعنا السابق قلنا يا اخواننا احنا 20 نفر، مننا 5 مشوا اللجنه التنفيذيه وثلاثه ولا اثنين مشوا اللجنه، ثلاثه مشوا لجنه التسجيل سوري لجنه الحوسبه، وعندنا 4 مشوا لجنه تقريبا يعني اتكونت اللجنة ده ممكن نديك قراراتها هسه يعني اللي هي لجنة التسجيل، فيبقى عندنا تسجيل والحوسبة واللجنة التنفيذية، ديل الآن ما بقوموا بدور يعني التسجيل شغال على شغل التسجيل زي ما قلنا والحوسبة بتدعمها. الآن افترض في الاجتماع الجاي نفكر إنه اللجان الأخرى هتكون شنو بالضبط، يعني التطوير هل هنعمل لجنة نسميها التطوير المهني ولا نسميها لجنة للتدريب ولا نسميها لجنة للبحوث ولا لجنة لتبني المشاريع وكده يعني. فده الإيشو الأساسي اللي احنا شغالين فيه الآن عشان تكون اللجان في الأخرى التي تعين المجلس على القيام بدوره. وأجين كلكم مدعوين لعضية أي من اللجان، كل من يرى في نفسه كفاءة إنه هو ممكن يكون في إحدى اللجان ويدلو بدلو حبابه معانا. بالنسبة لتبني البحوث والخدمات اللي بيقدمها المجلس اللي أنا بتكلم فيه هسه أخونا مع أخونا الدكتور محمد أباظ، يعني إحنا فعلا مفروض نهتم بالحاضنات، نهتم بالطلاب المتميزين وكده، لكن أخونا ما يعني ما تحملونا شيء أكبر من طاقتنا لحد ما نقوم زي الناس وتساعدونا إننا نقوم. إحنا الآن حيلا 20 نفر من المتخصصين جو في المجلس ومعنا جهاز تنفيذي بنحاول نكافح إنه يكون قاعد. أنا ذاتي اتبسطت جدا انه الناس ما زالوا لسه قاعدين، لانه لو شفتوا مرتباتهم شفتوا شروط الخدمات المفروض يكونوا طفشوا ومشوا يعني. فالان هم قاعدين بنحاول نثبت فيهم ونعمل اللجان اللي بتعينهم في هذا الامر، ومعولين جدا على الجهات الممكن تمولنا صراحه، سواء جهاز تنظيم الاتصالات والبريد عبر الصندوق
وفعلا مول المركز القومي للمعلومات فعلا يعني اجهزه الحواسيب الموجوده الان في المجلس كلها جات من تلك الجهات اللي هي مشغلانا حتى الان، يعني لحد ما نطلب غيرها لتحديث وكذا، لانه جاتنا من 2017 الاجهزه والمعدات دي. فالدكتور راشد ده بالنسبه لاخونا اباظه، ونتوقع منكم كثير يا اخواننا في جامعه النيلين انكم تعينونا في هذه الامور، حتى الامور بتاعت مسابقات البرمجه. يعني احنا زمان كنا بنعمل بروجرامينج كونتست بتاعت الاي سي ام دي، ليه ما نتبناها مره اخرى كمجلس ونتبناها مع احدى الجامعات للقيام بهذه المسابقات الى اخره يعني. ففي مجال كبير جدا في هذا الامر يا باظه، ضروري نشتغل معاكم باذن الله تعالى. فاخونا راشد يعني فعلا احنا متوقعين الخطوات الاستباقيه دي نبتدي نشوف الفاست تراك، اننا نقدر نعمل اختراقات زي ما انت تشتغل فيها ونشتغل اجايل، ان بعض الامور نعبر فيها شويه. بس احنا مشكلتنا لما ركبنا في المجلس واجتمعنا الاول لقينا قدامنا موازنه وقدامنا شروط خدمه مفروض نجيزها، وعندنا لائحه تسجيل مفروض نجيزها، ونظام حاسوبي مفروض نقوم. فدينا الاربعه دي الاولويات، ان نبقي على الناس اللي قاعدين دير نحصل لهم شروط خدمتهم ونقوم نظام التسجيل، حتى بعد كده نبتدي نكون اللجان اللي هتشتغل بقيه النشاطات. وكل مقترحاتكم ان شاء الله نرحب بها في هذا الامر. يعني بالنسبه للتعليم العالي طبعا في مجهودات، طبعا التعليم العالي كان فيه الكليه نموذج موضوع مستنده على الاي سي اي تريبل اي كوريكولم جايد لاينز القديمه، والان طبعا ظهرت تراكس جديده اللي هي الانفورميشن سكيورتي والداتا ساينس، ظهرت تراكات جديده للبرامج وشايفه ظهرت في بعض الكليات. فاللجنه القاعده بغادي رئيسها في الدوره الحاليه اخونا هشام ابو شامه، وعندنا ثلاثه اعضاء اعضاء عندنا وعندهم اللي هم الدكتور محمد مرغني عميد كليه الحاسوب جامعه الازهري، ودكتور حسام الدين وداع اللي هو عضو اللجنه معانا في المجلس الان، عضو لجنه دراسه الحاسوب في التعليم العالي. والان ودينا دكتور ايمان كممثل للمجلس الرسمي في تلك اللجنه بتاع دراسات الحاسوب في التعليم العالي. مفترض الشباب ديل يكونوا منضون الامر بتاع تطوير المناهج في الكليات في الخلفات القادمه بتنسيق كامل بيننا وبينهم، زي ما حاصل بين المجلس الهندسي ولا لجنه الدراسات الهندسيه في التعليم العالي، لكن بنتمنى انه حقنا يكون افضل شويه. بالنسبه لمجالات التمويل، طبعا المجال المتاح الان زي ما قلنا هو التسجيل، دي كان سال منا اخونا كمال الدين. المتاح الان هو مجال التسجيل، وزي ما ذكرت لازم نفهمها كويس، تجي المجلس بتجي الماليه، والماليه ترجع للمجلس. احنا لو بقي عندنا نقاط جيده للتمويل نقدر نجيب منها تمويل لنا، بنقدر نمشي نقعد مع ناس وزارة المالية عشان نقول لنا اخوانا من القروش اللي جبناها دي ادوها لنا مثلا، او ادونا جزء منها، لكن هسه احنا ما عندنا قروش، فإلا ننتظر شويه نعمل مجالات للتمويل حتى نقعد مع المالية. حكم الحساب بتاعنا كده ان الايرادات بتدخل برني 15 مباشرة لوزارة المالية، والمالية بتمول المجلس بميزانية تسيير زي ما قلت اللي هي ما فايت لها $500 في الشهر سو فار في السنة السابقة اللي احنا شغالين فيها دي، يعني هي بالكاد تكفي امور الكهرباء والتسيير التقليدي للمجلس. وجود موارد اضافيه حبابه ودايره قاعده مع اخواننا في وزاره الماليه، لكن دايرين نعمل حاجه مهمه جدا، يعني احنا ما جايين عشان ننافس قطاع خاص يا اخوان، ما جايين ننافس الشركات اللي بتقدم داتا سنترز الى اخره. يعني انشاء داتا سنتر كما تعلم يعني وانت سيد العالمين في ظروف السودان بتاعت الكهرباء الصعبه دي، عشان تنشئ داتا سنتر ده كابكس عالي جدا، يعني ما اتوقع لو مشينا للجامعه الماليه نقول لها دارين نعمل داتا سنتر بتعملوا لنا. فدي قصه كده، ودارين لازم تدرس بطريقه جيده، وقد يكون في كلام على الناس انه تتعمل لجنه للتمويل ودراسه التمويل للمجلس في خلال الفتره القادمه. وطبعا تعليقك عن التدريب والتدريب المستمر، انا قلت دي من الماديات الاساسيه للمجلس، وزي ما قلت انتوا علقتوا احنا ما دارين المجلس جاي فقط عشان يتعمل رقم حاسوبي لكل خريج يعني ولكل ممارس المهن، احنا جايين على اساس اننا نحاول تسجيل يكون ايوه هو جزء اساسي من اننا نسجل الناس، لكن لازم يكون في محفزات للتسجيل لهؤلاء الاشخاص، يعني سواء ابنائنا الخريجين الجدد او للطلاب اللي قاعدين ننهض بالمهنه وهم قاعدين كطلاب، ونتبناهم هم كخريجين في عدد من برامج التدريب المستمر اللي هو كلكم ممكن تعينونا فيها في هذا الامر. خلاصة الأمر أنا بشكركم للمداخلات دي، يعني واضح إنه أنتم الجلسة يعني ماشية في اتجاه صحيح، إنكم بديتوا تشعروا بهموم المجلس الجامد ده، ومساعدتكم لنا هتكون بأي طريقة يعني، وأتمنى إنه دي ما تكون أول آخر لقاء لنا معاكم، ونتمنى إنه نبتدي زي ما قال أخونا راشد نشوف مجالات اختراقية نشتغل فيها في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا. طيب دكتور يحيى، احنا هناخد الراوند الثاني من الاسئله والمداخلات. قبيل كان رافع يده اخونا محمد الخاتم،
عبد القادر قيلي، وهو مؤسس لرابطة محترفي تقنية المعلومات والاتصالات السودانيين في قطر. فمحمد الخاتم لو موجود يا ريت بس تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للبروفيسور يحيى عبد الله وكل المشاركين. أنا بس حقيقة ما عاوز أطيل عليكم، لكن عندي سؤالين عن الموضوع، على أساس إنه هل المجلس هل خريجي كلية هندسة الاتصالات هم تحت الأمبريلا تحت المجلس بنفس القدر بالنسبة لخريجي الحاسوب؟ ده السؤال الأول. وهل في طريقة إنه يكون المجلس إنديبندنس عن الحكومة؟ لأن السؤال الثاني ده ممكن يكون محوري لأشياء تانية، مثلا يكون هي مصادر الدخل أو التمويل أو غيره، لأنه شايف أنا بحكم خبرتي أنا شغال از فيزيكال سيكيورتي اوديتر هنا في قطر، في دوله قطر، وملم بكل القوانين في دول الخليج، وشايف انه كل دول الخليج حاليا بتنحو نحو الخروج عن الـ عن الـ عن المسائل التنظيميه، على اساس انه هي تكون مش شركات خاصه، لكن هي حتكون تحت رعايه الدوله، لكن تكون هي تشيل نفسها بنفسها. يعني نحن النظام الاشتراكي ده تقريبا هو عفى عليه الزمن، نحن يعني شغالين به في السودان، اذا كان على مستوى المنظمات او على مستوى البتاع لا بد ان يكون في مصادر تمويل. مصادر التمويل سهله جدا، تحديدا انا شايف في دوله في السودان. ليه؟ لانه القطاع بتاع الكمبيوتر والاتصالات فيه هو من 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 اكثر القطاعات هي دخلا، اذا كان على مستوى العاملين فيه، ما انا بتكلم عن الحكومه، بتكلم عن القطاع الخاص تحديدا، أو بالنسبة للشركات الشغالة. فدي مسائل تنظيمية مهمة جدا. يعني مثلا عندكم في دبي تحديدا وأبو ظبي، حتى بالنسبة للسعودية، بالنسبة لجدة، وبالنسبة للرياض، كلهم يعني حاولوا إنه العباية تحت الحكومة إنه تطلع منه، غير المسائل التنظيمية فقط إنه فرض القوانين، لكن المسائل بتاعت التمويل بتجي من القطاع نفسه. يعني مثلا إذا كان تسجيل الشركات وربطها مع السجل التجاري، إذا أي واحد عنده شركة بتاعت تعمل في مجال الحاسوب والكمبيوتر والاتصالات، المفروض إنه هو يرجع للمجلس، المفروض يكون في قانون أو شروط معينة لفتح النوع ده من الأنشطة، على أساس إنه ما يكون كله من هبة ودبة وإنه شغال فيه. بكده إنه بيكون أنت طلعت من العبادة، لكن ده شرط إنه يكون إنديبندنت عن الحكومة. فده السؤال الثاني، لأنه الأفكار كثيرة جدا بالنسبة للتمويل، وشايف إنه نجحت نجاح باهر جدا في دول الخليج كلها ككل. فأنا أتمنى إنه يكون عندنا بادرة، بما إنه كلنا في مجال الحاسوب، وهو مجال حاليا تقريبا هو الأول في العالم. ما أقدر أقول إنه مثلا هو الأول، لكن عموما هو من مجال ذو تأثير كبير جدا. يعني كل إذا كان إنه في طريقة معينة، إنزا مشروع قرار أو قانون، إنه يكون هو إنديبندنت عن الحكومة، فهذا برضو يكون الناس ممكن تتناقش في إنه كيف يكون التمويل ومصادر الدخل، إنه ممكن تكون متنوعة جدا كبيرة، ممكن يكون المجلس الأول في السودان في الحاجة دي. يعني أوكي. شكرا جزيلا. طيب دكتور أسامة أحمد اللي هو رئيس لجنة الحوزة والمجلس، تفضل يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا طبعا كنت متجنب إنه أتكلم في أعلق، لأنه دكتور يحيى غطى كل الحاجات بشكل كبير. أول حاجة التحية لبروفيسور الدين ودكتور يحيى، والتحية لرابطة تقنية المعلومات بقطر، ويمكن التواصل ده من الحاجات الممتازة جدا الناس هستفيد منها. أنا دار أعلق تعليقين. أول حاجة أنا برحب بكل التعليقات اللي بتتكلم عن بعض المتطوعين هيساعدونا في موضوع الحوسبة. الأخ يتكلم عن مجلس الهندسي في السعودية. أنا أول مبارح جددت عضوتي في المجلس الهندسي في السعودية فعلا عبر الإنترنت، وتم الدفع بخدمات مدى واكتمل التسجيل. التسجيل حاليا اللي هو مجهود كان في الدورة السابقة لبعض المتطوعين وبعض الشباب وباشمهندس نمر وشخص ضعيف، في نظام موجود بيستوعب عملية التسجيل ابتداء من الاستفادة من معلومات السجل المدني، مرورا برفع الشهادات والمعلومات الأخرى، وأخيرا الموضوع بتاع ريفيرر اللي هو العملية بتاعت اللي احنا بنسميها شنو، اللي هي المفروض يجي شخصين يرشحوا للعضويه تزكيه
بيتم عبر الايميل، بترسل بالايميل وفي يو ار ال بيمكن الشخص المثني او المزكي بانه يقوم بالعمليه اونلاين. فحاليا التسجيل والدفع الالكتروني تامي اليا، وزي ما دكتور يحيى اتكلم حاليا في ترتيب مع التعليم العالي لاسترجاع كل البيانات المتعلقه بالناس الدرسه في السودان. الحاجه دي بالمناسبه يعني بتخلي التسجيل اند تو اند تامي الكترونيا. في عمليات لوجستيه مرتبطه بالاستضافه والعمل الخلفي والدعم الفني وبعض التحسينات على مستوى البروسيس يعني شغالين فيها الشباب كلهم، وهي متطلبه المتطوعين. ده السبب خلاني يعني ادخل على المداخله، يعني اطلب المداخله، لانه نحن يا جماعه في ناس كتار قالوا دار يتطوعوا معنا في العمل ده، نحن محتاجين يعني ايادي الناس كلها. والموضوع ده المدى بتاعه ما عمليه التسجيل في المجلس مهن نظم الحاسوب. نحن بنتكلم عن حوثبه كل المجالس، يعني المجلس اتخذ قرار انه ما يتم تسجيل اي شخص الا الكترونيا اند تو اند، والقرار ده يمكن يتنفذ وكل الناس سجلوا سجلوا الكترونيا يعني بدون الوصول للمجلس. يمكن الشهاده كان في نقاش فيها انها تتاح الكترونيا او ترسل بالبريد او حتى يمكن استلامها من المجلس، لكن هي برضه متاحه الكترونيا. لكن حاليا يا جماعه الهم هو عمليه حوثبه ويعني اتاحه الخدمات الكترونيا اند تو اند بدون الوصول لكل المجالس. يعني الناس علقت كثير جدا على بعض المجالس، انا ما اقدر اذكر جزء منها، وصور طلعت في الميديا الناس واقفه الصفوف وعمليات التسجيل معقده جدا وفيها مشاكل. فانا اتخيل لي يعني مهم جدا انه الناس تساعد في انه نرتب خلينا نقول برمجيا ولوجستيا والتطبيقات والحلول الموجوده والتكامل، بحيث انه نتيح المعلومات دي، نتيح الخدمات لكل المجالس الكترونيا. النقطه الثانيه يا جماعه، في نقطه مهمه جدا لقيتني يمكن في دوله الامارات، العمليه بتاعه الفيريفيكيشن لبعض المستندات بتبدا من التسجيل وملحقاته، يعني من معلومات شخصيه ومعلومات اكاديميه ومعلومات مهنيه وتوثيق خبرات سابقه. في مجالس كثيره في المنطقه بتتيح الحكايه دي، نحن نخلي برضو الناس لازم تتعاون فيها وترتبها، لان يا جماعه بتفيد العاملين بالمهجر. يعني واحده من الحاجات المهمه جدا انه تثبت صحه شهاداتك. الطرق الموجوده معظمها بتاخذ وقت طويل. يعني انا يمكن برضو كنت في الامارات الاسبوع الفات، عشان انا اوثق شهاده بتاخذ وقت طويل جدا. في بعض الدول عبر المجلس المهني يعني بيعمل حاجه اسمها ترسنس، اللي هي ثقه في بعض المعلومات المرتبطه بالتسجيل عنده، وعلى اساسها بتعتمد الحكايه دي في اكمال يعني بعض العمليات في بعض الدول، واعتماد بعض الشركات للشهادات حتى ومعلومات الشخص المهني في المجال. الحكايه دي برضو بتفيد العاملين بالمهجر في دول كثيره جدا لو قدرنا نمشي فيها، ودي دائره مساعده كبيره جدا من الشباب. النقطه الثالثه، الموضوع بتاع تطوير المهنه، ويعني نسجل او خلينا نقول نوثق كل التجارب الناجحه للشباب في المهنه في المهجر بالبصمات بتاعته في المجالات. الحكايه دي كلها حاليا متداوله انه اوفيشالي. انا اتخيل المجلس عنده دور اساسي يقول انه والله في مثلا دوله الامارات العمل اللي تم مثلا في خدمه مثلا سالك ولا واتيفر، يعني كان في كونتريبيوشن مهني من بعض الناس السودانيين. ليه يا جماعه؟ لانه نحن بشكل غير مباشر بنحصر قواعد بيانات المهنيين الموجودين خارج السودان، وده في حد ذاته هو تسويق تجاري بالنسبه لهم في عملهم حتى في دول المهجر. فانا اتخيل ليه يعني المجلس بقدر ما بيستفيدوا من الناس داخليا، زي ما قال دكتور يحيى قبالك، ممكن الناس تخط الخط وتقول اي زول هيشتغل في وظيفه حكوميه لازم يسجل وكده. لا، نحن دايرين المجلس يا جماعه يعني يرتقي بالمهنه ويفيد كل المنتسبين بتعينه في مجالاتهم سواء كان داخل ولا خارج السودان. فانا بضم صوتي لصوت دكتور يحيى انه الناس كلها متطوعه، لازم كلها تفكر مع بعض في الاشياء الموجوده. عندنا مرجعات لمجالس كثيره يعني بتقوم بالانشطه اللي بتتكلم عنها، دراستها يعني اختيار المهام المفيده فيها بيساعد كثير في ترقيه المهنه. فانا بشكر كل الناس اللي كتبوا، انا كنت متابع الشات، في ناس كتار جدا يتكلم عن التطوع ويتكلم عن انهم مستعدين يساهموا. لكن يا جماعه المجال اللي احنا محتاجين نعمل جنب كبير جدا في وقت قصير، جينا متاخرين كمجلس، والموارد الموجوده يعني نحن حسيا بيتكلم دكتور يحيى بيتكلم معانا وانا ماسك لجنه الحوسبه،
وما عندنا ميزانيات، يعني كلينج انه ما في اي طريقه بتاعت ميزانيات غير انه نبحث عن بعض الحوافز نديها لبعض الناس. كتر خيرهم في مبرمجين كتار بيساعدوا معانا، الناس دي كلها شغاله بيدينا في الموضوع ده، فنحن يعني دارين الناس تقيف معانا عشان كلنا نرتقي بالمهنه وكلنا نستفيد ان شاء الله في المجال ده. وشكرا على الفرصه اللي اديتونا لها تحتها لنا، ومشكورين كثير، وندعم دكتور يحيى في مجهوداته. يعني يمكن المجلس ضغطه شديد في الفتره فاتت، بروفيسور عدين قبلها كان ضغطه شديد المجلس، ونتمنى انه الناس كلها يعني تحاول تشارك في المجهودات. مشكورين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور اسامه. ناخذ مداخله من محمد العوض، وبعده مصطفى جعفر. لو ما في زول ثاني عنده سؤال ولا بتاعته تكون داخل راوند بالنسبه لنا، على اساس انه اللايف يعني يكون معقول. كلام كثير طبعا، اصلا ما ممكن نغطي اي حاجه يعني. صغيره يا اخي. بروف عز الدين تفضل. بروفيسور عز الدين احمد عثمان تفضل. طيب، اولا نشكركم على اعداد هذا اللقاء يعني. وانا الحقيقه تعليقي انه هذا المجلس مجلس مهني. طبعا التعليم مهم جدا 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 جدا، لكن ايضا ترقية المهنة هامه. ومن ترقية المهنة نحن عندنا شركات سودانية عملت أعمال بديعة جدا داخل السودان وخارج السودان، وما بنعرف عنها كثير. فنحن عايزين يعني المجهودات دي تظهر. يعني مثلا كمثال، عايزين كل شركة تقدم البرودكتس بتاعتها، برودكت واحد ناجح يقدم ونعرف عنه. الحكايه دي هامه جدا عشان تدينا ثقه في نفسنا ان احنا ممكن ننتج سوفت وير زينا وزي الدول الاخرى. تشجع الشركات دي، تعمل لها دعايه، لان عندنا ناس في مواقع كثيره جدا. في المجلس الفات حاولنا نعمل الحكايه دي لكن اصلا ما وصل لها، لان المجلس كان معطل سنتين قبل الثوره والثلاث سنين اللي بعد الثوره. فانا اتمنى الدكتور انور وزملائه حتى من المنصه دي لو ممكن يقدموا بعض الشركات اللي عملت سوفت ويرز متميزه او حصلت على يعني فازت في عطاءات كبيره. يعني عندنا ناس بيعملوا برمجيات للاتصالات المصريه، كويس، شركات شركة سودانية. عندنا شركات شغالة في أفريقيا، وعندنا شركات شغالة في السعودية وهي بيس في السودان. فأنا أتمنى يعني الحتة دي نديها اهتمام، لأنها هي توجهنا الأخير وحاجة اقتصاديا مفيدة للسودان وبنحتاجها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروف عز الدين. وبروف عز الدين طبعا من اول مره لقيته كان بخصوص مسابقه الاولمبيات الدولي المعلوماتيه، وثاني مره لقيته كان بخصوص تكريم الرعيل الاول من البايونيرز في مجال الكمبيوتر في السودان. فكان التكريم سنه 2003 في دار اتحاد طلاب جامعه الخرطوم، وكنا سعيدين جدا بانه شفنا الرواد، يعني اول محلل نظم، اول ناس عملوا شركه بتاعت حاسب الي، اول زول عمل بي اتش دي في مجال الحاسب الالي. يعني حاجة كانت رائعة جدا جدا، والكلام ده موجود في فيديو السي دي موجود في الفيسبوك في جمعية المطورين السودانيين. فالكلام ده مهم جدا. يعني بروف عز الدين ذكر بعض النماذج، أنا ممكن أذكر لكم نماذج لناس عاملين يعني مثلا السبلاي تشين سوفت وير بتاع الخطوط الإماراتية، بتاع بريد قطر، بتاع الناس بنعرفهم بصورة شخصية، شغالين شغل كبير جدا. ده غير الناس اللي عاملين ERP سيستمز وغيره وغيره. فدي حاجة ممكن كل الناس تاخدها، وفعلا الشباب يستلهموا بها، يعرفوا انه والله قدامهم في ناس تخرجوا من كلياتهم في السودان دي وقراياتهم في السودان دي، وسودانيين زيهم بينضموا زيهم بياكلوا زيهم وانجزوا وعملوا حاجات كبيره. ما الموضوع انه والله السوق ده بعيد منا نحن بنقدر عليه. طيب محمد العوض تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اهلا ومرحبا، تفضل. انا محمد العوض احمد الحسن، خريج جامعة السودان علوم حاسوب 2002، مسؤول قواعد البيانات مصرف قطر المركزي. أنا الصراحة لي شرف إنه أكون أحد تلاميذ بروف دكتور عز الدين ودكتور يحيى،
ويا بروف انا دفعت بنتك نعمه يا دكتور يحيى، الله يشرف انك كنت يعني مشرف لي في مشروع التخرج لو بتذكر معي محمد هادي كان. ايوه كيف اخباركم؟ طولنا زمن طويل زمن طويل من 2002 ونحن طلعنا من السودان 2004. ربنا يعيكم ان شاء الله. امين يا رب. الصراحة طبعا مجهوداتكم مقدرة ومعروفة وعلى نطاق السودان يعني، وبتبذلوا مجهود كبير ومن غير مقابل، بدون أي مقابل يعني. من أيام الجامعة نحن عارفينكم، وأيام تقعدوا معنا في اللابات وتقعدوا معنا في المحاضرات وفي البنش وفي المكتب، يعني ما شاء الله عليكم، ربنا إن شاء الله يجزيكم خير، ما في أكثر من كده بتقدم لكم، جزاكم عند الله. لأنه الصراحة مع الأوضاع الحالية ومع التخبطات الحاصلة وال يعني الأمور ماشية كلها متدهورة. ربنا يعين إن شاء الله. أيوة إن شاء الله. لكن أنتوا زي ما بقولوا مكملين، ما شاء الله عليكم، وربنا إن شاء الله يقويكم. الصراحة بالنسبة للتسجيل المهن، والله ما كان يعني لولا اللغة ده أنا ما عندي معلومة عنه خالص، ولا عندي رقم هندسي، ولا كنا عارفين كيف الخطوات ممكن واحد يأخذ رقم هندسي، لأنه هنا في قطر يعني علوم حاسوب ما طالبونا بتسجيل أخذ أو نأخذ رقم هندسي هنا في قطر. لكن يعني بعد ده ممكن الواحد يسجل عندكم ياخذ رقم هندسي من السودان، على الاقل يعني يحفظ مكانته الادبيه ويكون عنده رقم ومسجل ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله نحن بندعم المجلس، وان شاء الله واقفين معاكم، واذا احتجتوا لنا في اي حاجه الدكتور انور معانا موجود ورئيسنا في الرابطه، فان شاء الله بنشوف كيف إن شاء الله. كيف طريقة الدعم وكيف طريقة التواصل إن شاء الله. وبرضو متواصلين، كان تكلمنا بموضوع مع الدكتور أنور برضو بخصوص تحضير الدكتوراه برضو في الجامعة، زي ما قلت أنت شرحته في البداية، وكان بروف عز الدين برضو، إن شاء الله بنواصل في المجال ده ونتواصل. ربنا يعينكم إن شاء الله. آمين يا رب، جزاكم الله خير. شكرا لك. بارك الله فيك حبيبنا محمد العوض أبو يوسف، الله يسلمك. في خبير ثاني اللي هو باشمهندس مصطفى جعفر برضه في اللاين، تفضل يا باشمهندس افتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا على المحاضره الجميله والوصف الجميل للمجلس دكتور يحيى. فانا عندي بس يعني، انت وين في السودان ولا برا؟ عرف نفسك. أنا قاعد في راكوبة كده شكله زي قاعد في كلاكة صح؟ أنا شغال خبير أنظمة المعلومات في حكومة قطر، فبس عندي بعض الاقتراحات وبرضو الأسئلة يعني محتاج توضيح بخصوص المهام بتاعت المجلس كبيرة جدا، فحكايتين اللي يكون ما في ميزانية دي ما الحاجة اللي ممكن تحقق الأهداف، لأنه يعني المهام كبيرة وضخمة، وفعلاً السودان حيستفيد من الحاجة دي، وبقت هي ما حاجة بتاعت رفاهية يعني، لازم البلد تدعم الحاجة دي. التحول الرقمي كله حيكون مبني على المجلس ده، يعني أنت ما حاجة تحول البلد وتنهض بها لو ما الموظف بتاع التقنية دي يتطور يعني. فحالياً شايفين كل البلدان اللي احنا حوالينا دي مشت في التقنية، المصريين مشوا بيتقدموا شديد، السعودية تقدمت جداً، الإمارات، غطر، يعني في دول مشت يعني اتفوقت في المجال بتاع التقنية ده بطريقة يعني كثيرة شديد. بالنسبة للمهام لأنها كبيرة، أنا أقترح إنها تبقى كمشاريع، يعني تتقسم كمشاريع مشاريع، وتبقى تتعامل أي مشروع ببادجت معينة، البادجت دي يحصل لها يعني أي مشروع يكون عنده بريوريتي معينة تتنفس، لأنه شايف بالطريقة دي يعني أنت لو تشريت في كل المشاريع دي ما حتقدر تنجزها، لازم تكون مشاريع تتعامل لها بادجت،
تدعمي دراسة كاملة للمشاريع دي وتترفع للدولة إنها تدعم الموضوع ده، لأنه الحاجات دي ما حاجة سهلة جدا يعني، ما حاجة بسيطة يعني. لو دار لك أقل داتابيس سيرفر عايز كم يعني؟ يعني لو خطيت اقترحت إنه داتابيس سيرفر واحد بس مثلا عشان تخط البيانات حقت الناس على مدى سنة، ممكن دار لك زي $20,000 مثلا. فلازم تتعامل بادجت وتتعرض المشاريع دي ممكن على الشركات الراعية زي مثلا الاي اس بيس وداتيل زين ما عارف يعني. لازم المجلس يحاول يلقى استضافة عند الشركات دي ودعم منها، لأنها هي اللي بتنهض بالبلد في الموضوع ده يعني. ممكن تكون حاجة مجتمعية يعني مع الشركات دي. السؤال بتاعي موضوع الجامعات يعني. أنا مثلا كنت خريج هندسة كمبيوتر، الكلام ده قبل 17 سنة كده، لقينا مشاكل كثيرة جدا في التسجيل في المجلس الهندسي يعني. هو قالوا تيجي تراجع للجامعة عشان تمتحن مواد معينة عشان تاخذ أنا خريج هندسة كمبيوتر، خريج هندسة كمبيوتر من كمبيوتر مان وكان عندنا مشاكل مع المجلس الهندسي لأنه ما عارف المدير مشاكل شخصية مع واحد هناك ما معروف يعني. أنا دفعتي شخصيا في نص الدفعة أخذ رقم هندسي والنص الثاني ما أخذ، بياتوا قانون ما بتعرف يعني. شغل بتاع ما في ستاندرد، عبارة عن حاجات شخصية. فما عارف هيكون الموضوع ده كيف يعني بالنسبة للجامعة، عشان هي تكون مؤهلة إنها تدي رقم للموظف مثلا. هل في ستاندرد هيتعمل ولا برضه هتكون خيار فوقوس يعني؟ انا مثلا بتاع الجامعه ده كويس معايا ادي، جامعه ده ما كويس معايا ما ادي، ولا كيف هيكون الستاندرد؟ وبالنسبه للتسجيل برضه هيكون كيف يعني؟ هل هيكون في ربط بين قواعد البيانات عند الجامعات دي مثلا للخريجين اوتوماتيكلي؟ مثلا انا كخريج هاخد الرقم ولا لا همشي اسجل، ولا الموضوع كيف يعني ممكن اساعد في التسجيل؟ فدي بس الاقتراحات والحاجات اللي تحتاج نتوضح. شكرا جزيلا يا طبعا حبيبنا مصطفى جعفر يعني من الأعمدة بتاعت الرابطة هنا، وكذلك الباحثين السودانيين، وهو يعني عنده أعلى شهادات في مجال السايبر سيكيورتي يعني، وزول بيقدم ترينينجز يعني فيري أدفانس، الناس ممكن يستفيد منه في الترينينج وكده. طيب بالنسبة للحتة بتاعت الحاجة اللي ذكرها مصطفى أخيرة دي، أنا ما داري أفوتها دكتور يحيى. هل هتلزم الكليات بتاعت الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في لحظة ما إنها لازم تكون شغالة في برنامج أكريديتيشن مثلا A-Bet Accreditation في خلال 5 سنوات، وإلا ستسقط مثلا العضوية بتاعت خريجينا في المجلس بصورة آلية على أساس الناس ترفع الجودة؟ السؤال ده ممكن نخليه كده جنبه وناخد بس سؤال من عاصم ومنا نختم اللايف. عاصم اعمل ميوت لنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة عليكم. عاصم محمود كامل، الانفراستراكشر في بنك درمان الوطني، مدير الانفراستراكشر. يعني الشكر الجزيل لدكتورنا يحيى واخونا مصطفى وكل المشاركين. يعني انا بس كنت داير يعني جد وقفت في القصه بتاعت التمويل دي يعني. هي دي يعني جد حسيت بها انه يعني شغل بالضخامه دي، فيعني حرام انه تقف عليه المشكله بتاعت التمويل. فناس المجلس ممكن يمشوا للحاجات الثانيه يعني، انه نفس الفكره بتاعت الاي اس بيز بتاعت البنوك للمؤسسات الشركات الكبيره دي كلها ممكن تخش يعني كفنط بتاع مسؤوليه اجتماعيه يعني. فكل المؤسسات الكبيره في السودان الحكوميه والخاصه والشبه الحكوميه، فهي دي كلها يعني ما تخيل لي عندهم مشكله كبيره في انه يقدموا دعم للمجلس، خاصه انه الشغل بتاع التغنيه عموما بقى هو العصب بتاع العمل في كل المؤسسات. فبيبقى وغالبا يعني الموضوع ده ما صعب، دكتور يحيى يعني خبير في الموضوع ده اكثر مننا في مداخل ومخارج المؤسسات. فالموضوع ده واحد. ثانيا من ضمن الحاجات اللي كنت داير اتكلم عنها برضو الكواليتي بتاعت الناس اللي قاعد تطلع من الجامعات. فالقصه بتاع يعني نفس الفكره دي
لازم يكون في زي بعد التسجيل، لانه حتدي الزول سنه ولا حاجه زي دي انه يكون يعني مشارك، لازم يحصل يعني ايفالويشن للشخص، يعني على اساس ان الزول اللي بيكون حامل للعضويه يكون الكواليتي بتاعته تكون عاليه يعني. فدي أوكي. من دي يعني تمام مهم، لانه هسه بقت في مشكله بتاعت كواليتي في الشباب، ما نقول كلهم لكن جزء نعم كبير منهم. نعم الكواليتي يعني الكواليتي قبل 10 سنين احسن من الكواليتي الليله. نعم. يعني بصوره كبيره يعني. فعشان انا اقدر احافظ على اسمي في السودان وعلى اسم الخريجين وبتاعه هنا، لما تدي زول سيرتيفيكيت انه زول منتمي للمجلس ده، زي المجلس الطبي نفس الفكره بتاعت الغان اللي يكون في امتحان بتختص فيه يعني. في حاجه الاهم حاجتين كنت اقدر اتكلم معهم، ويعني ما نخصم ظهركم، البروفيسور يعني ما قصر، وهو من اوائل الناس اللي بدوا في الموضوع ده وشايلين الهم الكبير بتاع الجمعيه دي. انا كنت متابعه عن بعد، فكنت بخش معاهم طوالي في الحاجات زي دي. برضو اخونا مصطفى ده، يعني طبعا مصطفى ده كان شغال معانا يا دكتور يحيى ولدنا بالله باشمهندس مصطفى. ايوه يعني سعيدين به انه يمشي لقدام، ومجموعه بتاعت السودانيين البرة شايفهم يعني الحمد لله هي الاغلبيه ماشيين كويس، يعينهم ويوفقهم ان شاء الله لما فيه خير للعباد. وجزاكم الله خير يا اخي. شكرا وياك حبيبنا باشمهندس عاصم. طيب يا دكتور يحيى، بس في الردود بتاعتك يستصحب لنا برضو القانون المجاز في الفترة الانتقالية دي، كان بتاع قانون الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني الآن لو المجلس يعتبر قطاع عام حكومي، يبقى عنده وفقا للقانون بتاع البي بي بي ده، عنده فرصة بتاعت شراكة مع القطاع الخاص. يبقى الناس ممكن كوسيلة بتاعت برضو تيجي ببروبوزل بتاع الشركات، كل واحد فينا يكون شركة ولا يسمع عمل ممكن يجي راجع. تفضل يا دكتور يحيى، وبكده إن شاء الله نختم. تفضل. طيب شكرا على المداخلات الحقيقة، زي ما قال أخونا أسامة وبروفيسور عز الدين استفدنا منها جدا، وهتعيننا إن شاء الله في العمل في الفترة القادمة لتحديد مهام المجلس وأولوياته. بالنسبة لأخونا محمد الحاتم في ما يلي خريجين الاتصالات، طبعا أنا لما وضحت قبل التسلسل في خريج الكليات ذات اتصال، هو سأل تحديدا عن خريج الاتصالات اللي هم مختلفة هندسة الاتصالات، فكلية ذات الصلة عندهم سكة. وزي ما قلنا المجلس في القانون والمجلس في دورة الفتاة روحوا إنه استصحاب الكل، يعني يمكن مختلف شوية عن مبدأ المجلس الهندسي اللي هو بيتكلم فقط على المهندسين. وأنا زي ما ذكرت قبل المجلس الهندسي، أنا عندي ورقة، أنا لما جيت أجيز القانون في 2011 مش شلت ورقة من المجلس الهندسي إنه لا يقوم بتسجيل خريج الحاسوب، ومن كده فتحنا السكة بتاعتهم. طبعا أصبحوا خريجي هندسة الحاسوب، والجماعة ديل بيسجلوا مباشرة في المجلس الهندسي وبيقدروا يسجلوا عندنا، والكليات ذات الصلة كلهم عندهم تسلسل زي ما ظهر في المخطط إنه عندهم السكة عشان يصلوا لحد خبير واستشاري دون الحجر علينا إن هم يسجلوا في المجلس الهندسي. بالنسبة للمجلس واصل ولا خير الناس؟ عاصم عاصم المايك بتاعك فاتح. بالنسبة للحكومة أخونا محمد الحاتم، طبعا الحكومة دي يعني تقرب منها شديد بتحرقك، تبعد منها شديد بتموت يعني. فهو الفكرة إنه يعني الآن الباور بتاعته الجايبة اللي يقدر يخاطب بها المفوضية وما تبعي نزول إلا لو كان أنا عملته، ويخاطب الكلية زي ما قال أنور جبيل أو زي ما قال منو في جودة الخريجين عاصم، وعن وزارة تتكلم عن الأكريديتيشن للكليات وهكذا. عادة في السودان إحنا ما قادرين نصل يا محمد للحتة اللي أنت بتقول فيها دي، إنه يكون في كيان منفصل قائم بذاته ككيان طبيعي يشتغل ويقدر يتخاطب مع الحكومة رسميا والحكومة تسمع كلامه. فأنا أنا أنا ماشي في اتجاه إنه نستفيد من 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 الحكومة في الأمر ده. يعني في واحد كتب في المداخلات لو طلعت له فوق يتكلم عن إنه في كيانات كثيرة جدا موجودة، الجمعية السودانية لتقنية المعلومات، ما بعرف مين كيانات كثيرة جدا موجودة. الكيانات الطوعية دي لو لاحظت كلها الآن ماتت،
الحكومه دي يعني زي ما قلت لك، انا قربك منها شديد بموتك، بعدك منها شديد بيخليك تنشف، خليك قاعد في منطقه في النص كده. والان انا وضحت لكم ان التكوين بتاع المجلس، يعني بحمد الله تكوين المجلس الموجود عندنا ما فيه اي بايظ سياسي، ما فيه اي بايظ لجهه لكيان ما دون الكيانات الاخرى. بالعكس التكوين كان انا ما شاركت فيه بالمناسبه، هذا شرف لم اشارك فيه، يعني كنت في المجلس السابق والان في المجلس الجديد، لكن افتكر القاموا على تشكيل المجلس حرصوا انه يستصحبوا فيه كل الجهات ذات الصله المعنيه، انا استعرضته قبل شويه. اضف الى ذلك اننا الان في لجاننا الهنكوينه مستعدين نستعين بكل الكيانات الموجوده، يعني اي نشاطات موجوده لديها مستعدين نستوعبها. انا كان كلامي في الفتره اللي فاتت انه يا اخوانا بدل ما نقوم لنا شيء من عدم، احنا الان عندنا كيان موجود حقنا بيمثلنا ومعترف به الدوله، وما في اي تدخل من الدوله في عمل هذا المجلس الان. وبالعكس الدوله قاعده تصرف عليه وعلى قله الصرف يعني، لكن على الاقل يعني وفرت لنا العقار، وفرت لنا الان بتدفع مرتبات الناس، بتدينا تسيير على قلته لكن تسيير موجود بدل ما نستجدي وكذا. فانا افتكر انه حقنا نحاول نستفيد من 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 الواقع الموجود لدينا لحد ما نكبر، بعد ما نكبر شويه ونلقى لو لقينا الحكومه بتضرنا نتكلم عن الانفصال منها او قيام بضي اخر في هذا الامر. عموما دي فلسفه بتاع التذكير، يعني اننا نحاول، لانه لو ما الحكومه كان الان اتفرتق المجلس، لكن لانه موظفين حكوميين وعده حكوميه الى اخره الى اخره هم قاعدين فما زالوا شغالين، فخلونا نحاول نستفيد من هذا الامر ونستصحب معنا كل الكيانات الاخرى. يعني الليله لو في اي جمعيه قائمه تعنى بتقنيه المعلومات دايره تستغل المجلس الان وتمارس نشاطاتها في المجلس وتجي تكون موجوده داخل يعني المجلس حبابه، يعني هب الان في لجنه شغاله في التدريب في مجال الحاسوب عايزه تستغل المجلس تكون موجوده معنا، نرحب بها جدا يعني معنا في نشاطنا ان شاء الله في الفتره القادمه. فده الفكره بتاعتنا يعني في الفتره دي لحد ما نمشي بالمجلس لقدام ان شاء الله. فده كان سؤالي لك عن الـ عن الـ عن البعد عن الحكومه بالنسبه لمحمد حاتم. اسامه طبعا وضح نظام التسجيل، وبالمناسبه قد يكون نظام التسجيل مدخل انه صندوق دعم صندوق الخدمه الشامله يدعمنا، لانه في صندوق الخدمه الشامله بغادي في مجالس 13 زي ما قلت لكم، في مجالس يعني ما زال نذكر اسمها التسجيل فيها يعني ما تتخيل بهدله كيف لخريجي تلك المجالس. فاحنا تكليفنا الان للجنه التسجيل انها تسعى انه التسجيل يكون تسجيل موحد يستوعب كل المجالس، نبدا بمجلس نهى نظام الحاسوب ونسجل فيه نجاح ان شاء الله وننتشر للمجالس الاخرى. ودي قد تجد مش يعني لو ما وفرت لنا تمويل مباشر هتوفر لنا اننا عندنا انبوت لتلك المجالس الاخرى زي الابريشيت الكلام ده، وانا متاكد ان لو ما وفرت لنا تمويل مباشر على الاقل بتدينا بعض السيد ماضي الماني ان نقدر نسير بها العمل فيما يلي نظام التسجيل اللي بيطوروا فيه الشباب برئاسه الدكتور اسامه والبشمهندس عبد المجيد نمر. طبعا بنرحب بعرض حاله النجاح اللي قاله البروفيسور عز الدين خارج وداخل السودان، وافتكر في نماذج كثيره جيده يعني، ويمكن النموذج الشغال الليله بينتهي التقديم للجامعات السودانيه هو نموذج من ابنائنا، يعني كلهم شغالين في المجال ده، لو عددته لكم بالاسماء كلهم خريجين جامعاتنا هنا الموجوده في السودان الحمد لله يعني. فهم الان شغالين والليله اخر تسجيل، وشايف الرقم وصل ل 180 الف طالب افتكر سجلوا حتى الان، which is يعني افتكر النظام مفخر للسودان، اشتغل منذ سنين وما زال مستقر. اي نعم انا بقول هو النظام الوحيد، هو نظام الحج اللي فيه خدمه حقيقيه للخدمات الالكترونيه يعني، لكن دي نماذج افتكر ممكن تستعرض وناس يقعدوا مع الناس ويشوفون، ودايركم تسمعوا مشاكلهم يعني مشاكلهم طريفه، وقد نعتمد على اخواننا ناس دكتور انور في الموضوع ده، لانه واضح انه التدخل بالسوشيال ميديا، نحن الان عندنا 70 زي حوالي 70 بارتيسيبنت في الـ في الـ في, الـ في الزوم جروب، ويمكن الروم، ويمكن هناك برا في عدد اكبر. فافتكر انه يعني خبرتكم في المجال ده واستصحاب هذه الاشياء، نحن نسعد جدا انه ننظم اشياء بتعاون بين المجلس وبينكم، والمجلس هو انتم ذاتكم يعني. بالنسبه لل دعم الدوله للمجلس كان قال مصطفى، وطبعا تسجيل المجلس الان لازم مختلف شويه مننا يا مصطفى، يعني احنا مهتمين زي ما قلت في التسجيل منذ ايامنا ان نستصحب الكل معنا، ويمكن قصه المستقبل مع المجلس الهندسي قصه طويله يعني، بس انت حظك انك انت وقعت فيها، لكن ما اظن كان عندهم مشاكل شبيهه بهذا الامر يعني، كان خلاف بين المجلس والكليه في سنوات الدراسه المفروض يقضيها المهندس داخل الكليه يعني، وده موضوع طبعا بين المجلس، انا كنت حاضر جزء من تلك القصه يعني في ذلك الزمن، لكن احنا وضعنا مختلف حبتين ان شاء الله، وماشيين بال يعني المعايير احنا عرضنا القانون الان
وفي كان في سؤال في الشات قبل شفتوه عن اللائحه، لائحه التسجيل لما تكتمل ان شاء الله هنعرضها، والموقع اندر ديفلوبمنت يا اخوانا، في سؤال من الخانوم بالقوين لو فتشت في جوجل بتلقاه لانه منشور في المركز القومي للمعلومات في الصفحه بتاعته. واحنا الان في الموقع زي ما قلنا هندي الموقع اولويه طوالي بعد ما ننتهي من منظومه نظام التسجيل دي، بس بنلملم في اطرافنا انه نرفع فيه الاشياء المطلوبه دي، ومن ضمن القانون ونرفع لائحه التسجيل وحتى المخطط بتاع تسلسل التسجيل ده ان شاء الله نرفع فيه، وان شاء الله ما في اخلال بمعايير، يعني ما عهدنا اننا يكون عندنا مشاكل في 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 لوائح وتنفيذها، ويمكن القانون ذاته ورى الشكاوي ومتابعه الشكاوي الى اخره. طبعا الخريجين عددهم كبير جدا للحاسوب في السودان، يعني لو قريت كليه الحاسوب الموجوده انا كان حصرتهم قبل فتره كده كانوا قريب 20,000 خريج، ما اعرف هسه عددهم كل سنه في مجالات الحاسوب المختلفه، فده عدد كبير حقيقه. لو شعر انه هو بيستفيد من المجلس ان شاء الله يسعى كله انه يسجل في درجه الخريج. يعني طبعا اسامه تكلم عن رابط التسجيل مع الرقم الوطني ومع الدفع الالكتروني، والان احنا شغالين معاهم انه نتيح لهم فرصه للربط مع الجامعات عشان يجيبوا اسماء الخريجين من الجامعات الجداد بالذات، يعني ما هنقدر نربط مع الجامعات كلها يا مصطفى، بنربط مع الكيان الرابط الجامعات كلهم اللي هو الاداره العامه للقبول والتوثيق، لانه التوثيق بيتم فيها عندنا قاعده بيانات متقدمه حقيقه، فممكن نربط معاهم ان شاء الله في المجلس في اجراءات التسجيل بتاعنا باذن الله تعالى، واوريدي كتبنا لهم الخطاب الاسبوع اللي فات حقيقه. انور بيتكلم عن الزام الكليات بنظم التقويم والاعتماد، وده امر جيد شايف كليه الطب بدات فيه، ويمكن المجلس في دورة الفاتت ما كان مهتم انه يعمل امتحان للخريجين، لان اخونا عاصم يتكلم على الامر ده ايضا، يعني كان ما داري يضيق واسع، كان داري يبتدي يفتح المواعين للناس كلهم يسجلوا، لكن قدير الناس في المجلس وانتم مداخلاتكم انه في حته محدده حق الناس ما يتخطوها الا بليفل محدد من الكواليتي يعني. ويمكن كلياتنا كلها بتعاني معاناه يعني فظيعه في البنيه التحتيه، في واحد كتب هنا انه حق المجلس يلزم الكليات انهم ما يخرجوا خريجين اللي يكونوا يصلحوا معامل الحواسيب بتاعتهم الى اخره، فده تحدي كبير جدا موجود لدى اخواننا في الجامعات. يعني انت لو تعين الان للجامعات، انا في متابع للتعليم الاهلي والحكومي في لجان التعليم العالي المختلفه، الليله انت تتكلم عن طلاب في ثانيه وثالثه ورابعه رسوم من 7,000 و5,000 جنيه في السنه الى اخره، وبتكلم عن جهاز الحاسوب ب 500,000، يعني الدفعه كلها ما تشتري جهاز حاسوب واحد في تخريجه، وقاعد في منظومه بتاع الدوله بتلزم الكليات انها ما تزيد رسوم الطلاب في طلاب السنوات اللي تقبلوا بها في السنه الاولى، فالتضخم الكبير اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي ادى لقيم لحاجات كارثيه موجوده في الجامعات، سواء الحكومه او القطاع الخاص في مجال تجهيز البنيه التحتيه وفي نيل الكواليتي نفسها بتاعت التيتشنج خلال الفتره السابقه، وده تحدي كبير جدا موجود لدى الجامعات وموجود لدى المجلس في خلال الفتره القادمه، ما عارفين هنواجهه كيف، يعني عايزين نشتغل فيه ونشوف هنساعد الجامعات كيف في المجلس في هذا الامر. بالنسبه للتمويل طبعا عاصم يتكلم عنه عن الجامعات وكده، ويبدو انه الطريقه الامثل هتكون للتمويل في الفتره في حسب خبرتي يعني في السودان في الفتره القادمه دي، اننا نبذل مجهود انه لو عظمنا ايراداتنا من التسجيل وغيره عشان تخش في حسابات المجلس نحاول نشيل جزء منها عشان نسير اعمالنا، وده طبعا ما هيصير لنا غير لما يندح التسجيل، لكن واضح انه الشراكات مهمه جدا، يعني بدينا بالشراكات العامه مع صندوق الخدمه الشامله انه نقعد معاهم، بس بحكم وجودي معاهم يعني وحكم انهم دبسوني في المجلس ده، وانا اول ما دبسني السيد الوزير مشيت اعتذر قلت انا ما اقدر اشتغل، لانه انت من قاعدني حتى ما في قروش يعني لو ما توفروا لنا دعم، فوعد خيرا يعني انه يحاولوا في الصندوق يساعدونا في مشاريعنا في الفتره القادمه، وبالتالي مفترض انا اتوقع انه نعمل مثلا مسابقه البرمجيات لخريجي الجامعات بالتعاون بين المجلس وبنك الدرمان الوطني مثلا، واخرى لدعم التدريب التخصص في امن المعلومات بيننا وبين البنك المركزي، وثالثه يعني هنبتدي نخلي لجاننا المختلفه اللي هتكون منكم كلكم ان شاء الله تسعى للشراكات مع تلك الجهات، ودي ممكن تجيب تمويل تخلينا نقدر نشتغل في خلال الفتره القادمه في الظروف الموجوده، احنا وظيفتنا اننا في ظل الظروف المتاحه دي ان شاء الله نحاول نعمل بعض الانجازات يعني. قانون الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص يا انور، يا فعلا انا سمعت عنه حقيقه ما قريته، لكن حق نكون يعني لجنه صغيره عندنا نشوف طريقه التشارك بيننا وبين تلك الجهات، واخذ في بالك موضوع مهم جدا، يعني انا بس بحكم ان انا قعدت 5 سنين في جهاز التنظيم، يعني حريص جدا انه يعني الجهات الحكوميه او الشبه حكوميه ما تنافس القطاع الخاص، عشان كده تحفظت قبيل على الزول اللي قال نعمل مركز بيانات ونأجر وكده، باعتبار انه في شركات عندها مراكز بيانات وبتأجر وكده، فاحنا نسعى ان نلقى لنا نشاطات، هذه النشاطات تكون ما بننافس فيها القطاع الخاص،
ولو في قطاع خاص بيعملها نخط يدنا في القطاع الخاص انه ندعمه للقيام بهذا الامر، لان انا مؤمن انه القطاع الخاص ممكن يكون عنده دور كبير جدا في خلال الفتره القادمه في مجالات الاي سي تي. افتكر ان انا كده اكون ربطت حاولت اجاوب على اسئلتكم قدر المستطاع يعني، ولو ما حد لانك شكلك ما هتديني فرصه ثانيه، اتمنى انه الميتنج ده يؤكد اننا نحن كلنا قاعدين في مركب واحد. الحصل انه حصل سلكشن ل 20 نفر قاعدوا في المجلس، لكن انتم كلكم يكون معنا في المجلس واللجان المختلفه خلال الفتره القادمه، واحنا بنرحب باي مداخله من اي شخص ايا كان. شايف ناس في المداخلات عملوا تطوعات، اخونا راشد نمر وغيره، نحن جاهزين ان شاء الله للتعاون مع تلك الجهات، مش جاهزين، احنا نسعد بتعاون تلك الجهات، بل بنسعد جدا لو قامت زي تجمعكم يا اخونا انور، قالوا احنا بنتبنى لكم موضوع التدريب ونضع لكم برامج وخطط ونجيبها لكم في المجلس adopted for us ونبتدي نشتغل فيها مع بعضنا. نحن جاهزين تماما زي ما عرفتونا وشاهدتونا في العشرين والثلاثين سنة اللي فاتت في الخدمة العامة دي، نحن مرجين متطوعين لهذا الأمر، نحسن إن شاء الله تعالى ربنا يكتب في ميزان حسناتنا وحسناتكم، ونستطيع أننا ننهض بالمهنة في فترة محدودة ونسلم الرأي اللي بعدنا زي ما بروفيسور عز الدين سلم لنا الآن في الدورة دي. إن شاء الله الدورة الجاية تكون قريبا نسلمها للناس ورانا ونكون عملنا لنا إنجاز كلنا مع بعضنا في خلال هذه الفترة إن شاء الله. شاكرين ومقدرين. شكرا شكرا شكرا. بالنسبة للقانون بتاع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فهو الزول اللي كتبه دكتور أبو بكر الخير أحمد ضفع الله، هو ابن عمي مباشرة، فممكن طوالي نعمل معاه اجتماع على أساس إنه نشوف النقاط بتاعت الانترفينشن، لكن طبعا آملين إنه الأمور تستقر في السودان، عشان زي ما بيقولوا شنو ما نكون داسين محافيرنا، الناس ده تساعدنا ما لاقين طريقة يساعدونا يعني. والله انا دي لو سمحت اديني مداخله صغيره يعني. يعني في واحد من اعضائنا اخواننا في المجلس امتنع عن المشاركه في الاجتماع المجلس، وقال هو ما داريجي لاسباب يرى انه اسباب يعني الحكومه وشكلها وتشكيلها وكذا، وانا كان ردي عليه انه ده عمل عام، يعني ما بنستطيع ان نتوقف من العمل العام، والان عندنا ابنائنا والان قاعدين معنا في جروب بيسمعوا فينا، هل يستطيع الان اقول انا ما بشتغل ولما الحكومه بالبلد حاله يصلح ونص طلاب ثانيه وثالثه ورابعه بعدين مع السلامه ما يتخرجوا؟ انا افتكر حقه نخرج مهنتنا دي من اي تنازعات سياسيه بتخص البلد فيما اليها بغادي، نحن دارين مهنتنا دي ننهض بها، ننهض بها ايا كان، ودي مدرستي اللي انا شغال فيها من زمان، ننهض بها ايا كان نظام الحكم الموجود في السودان، ايا كان، احنا عايزين ننهض بمهنتنا، عندنا اولاد خريجين قاعدين في البايب لاين، ما بنستطيع اننا نتوقف ونقول لا ما حندرس ثلاث سنين لحد ما الشغلانه تتصلح، حيكون عندنا جيل كامل فقدناه في البلد يعني. فاحنا حابين فعلا زي ما انت تفضلت اننا نحن نبذل قصارى جهدنا في مهنتنا دي اننا نرتقي بها ونستغل الظروف في كل ايا كان شكل البلد حاصل فيها شنو الكيانات الموجوده فيها. قطاع خاص بيساعدنا نستغله، حكومه بيساعدنا نقدر نستغلها عشان ننهض بمهنتنا ان شاء الله. معلش انا قطعتك في الختام. لا 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 لا, لا, لا ده كلام صحيح. العمل انه يجي لاننا احنا قاعدين في حته احنا ما بنبيع سلعه ممكن تتوقف ثلاث سنين اربع سنين وبعدين ترجع مره اخرى، احنا شغالين في قطاع بتاع طلاب في بايب لاين ماشي وفي سكه ماشيه طلاب جايين، ما بنستطيع اننا نضحي بجيل كامل عشان نقول ننتظر الحال يتصلح ولا تحصل ديمقراطيه ولا تحصل انتخابات ولا تحصل غيرها. شكرا. طبعا نحن ودكتور ابراهيم وانت موجود هنا الاثنين خريجين كوريا الجنوبيه، وكان تعرضنا لتدريب مع مؤسسه اسمها سيماول اندونغ او بناء قريه جديده، والمؤسسة بتوريك نهضة كوريا كيف قامت، والزول اللي يعتبر مؤسس كوريا الحديثة اللي هو ديكتاتور اسمه كيم جونغ إيل، مش كده إبراهيم؟ والديكتاتور ده كان اسمه باك جونغ هي. باك جونغ هي. فالديكتاتور ده كان بيعمل شنو؟ بياخذ القروش من أمريكا على أساس إنه هو بيحارب الأيديولوجية الشيوعية، وبيشتغل معهم ليب سيرفيس، بيقول للأمريكان هنعمل لكم شغال بيطور في صناعته المحلية ويبني في القرى بتاعته وإلى آخره. فالشاهد الموضوع إنه الزول لو اهتم فعلا بموضوع الديفلوبمنت وركز في مهنته إنه كيف يعمل الحاجات، في نهاية المطاف يعني بغض النظر عن كان حاصل في الحكومة ولا المعارضة ولا غيره ولا غيره، بيكون أنت قدمت فائدة للناس اللي بعدك، ودي أظن الحاجة اللي شغالين فيها وكثير من الناس. إحنا بالباحثين السودانيين في الروابط المهنية وكده بنشتغل خدمة، ما قاعدين نقول بنخدم منه ولا بنخدم كيف ولا متى البلد. إن شاء الله في ختام اللقاء ده يا اخوانا سعيدين جدا جدا. معلش دكتور انور بس اقاطعك لحاجه بس استدراك. هو اول حاجه شكرا للبروف وشكرا لاستاذي دكتور يحيى، طبعا مشرفي كان برضو في مشروع التخرج وكده. انا ابراهيم موسى حاليا برضو اخذت الدكتوراه زي انور في كوريا، ودلوقتي شغال في شركه بتصنع ادويه بشريه وبيطريه بنستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيع الادويه.
الحاجة اللي عايز أقولها مشكور شديد دكتور يحيى على التوضيح وكل المتداخلين وكل الناس هنا بمقاماتهم المختلفة. وعايز أذكر حاجة قالها دكتور يحيى اللي هو استدراك برضو لدكتور أنور، إنه نستغل منصتنا بتاعت السودانيز ريسيرش فاونديشن دي في لقاءات قادمة. يعني أنا متأكد دكتور يحيى وبروفيسور الدين وكل الناس التانيين ما بكون عندهم مشكلة لو يعني ندعوهم بصفة دورية للحاجات دي. يعني لو لاحظت شويه في واحد من المتداخلين كان بيقول انه هو ما كان عارف ذاته اصلا في تسجيل لينا نحن كناس ممارسين مجلس. نعم. شكرا جزيلا. انا عندي هنا برضو الساعه 5 صباحا، يعني انا معكم من الساعه 1 صباحا. بعد شويه حبجي المكتب. شكرا جزيلا. الله يديك العافيه دكتور ابراهيم ممكن يورينا بكره طبعا الحاصل فيه شنو. شكرا جزيلا يا اخواننا لكم جميعا، يعني صراحة لقاء ممتاز ومميز. الواحد له زمن ما كان قاعد مع ناس في مهنته في تخصصه أونلاين للفترة دي، فدي ذاتها بالنسبة لي كان فرصة كويسة إنه الناس يتلاقوا وتتكلم. واللقاء ده كان الأول لكنه ما حيكون الأخير مؤكد، سواء عبر رابطة محترفي تقنية المعلومات والاتصالات السودانيين في قطر أو عبر الباحثين السودانيين، وإن شاء الله بالشراكة بينهم ومع كل المؤسسات في السودان نقدر نقدم قيمة وفائدة لأبنائنا وبناتنا. نحن دائما في الرادار بتاعنا أخواننا موجود، طالب ما عنده طريقة إنه يحصل على معلومة إلا عبر الفيسبوك، عنده شوية ميجا بايتات قاعد يفعل فيها، قاعد في الفاشر في ضنقلة في توكر في القضارف، ونحن المفروض نقدم له قيمة. فشنو المحتوى المفروض نقدمه له؟ دي الحياة دائما نكون خاطينها في بالنا. نشكر جزيلا في ختام اللقاء دكتور يحيى عبد الله على البتاع، ونتمنى له يعني ان شاء الله توفيق هو وفريقه في المجلس، ونحن ان شاء الله كلنا حنكون متطوعين في انه نقدم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا